السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من زملكاوي. يا رب حلقة تنال رضا وإعجاب كل جماهير الملكي في كل مكان. امبارح كانت مباراة الذهاب في أو ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية ما بين الزمالك ونهضة بركان. الكل كان متحمس بشكل كبير جدا نشوف مباراة أفضل من كده لنادي الزمالك، ولكن بدأت المباراة بشكل لا يتمنى جمهور نادي الزمالك. مباراة دخل فيها متأخر جدا لعيب نادي الزمالك، ودخل فيها متأخر جوزيه جوميز، ولكن لو بصينا وقرينا المباراة هتطلع نقاط سلبية كتير جدا. فاحنا ملناش دعوة النهاردة بالسلبي، احنا عايزين نبص للإيجابي. ايه الإيجابي؟ الإيجابي إن نتيجة المباراة، ودي حاجة مهمة أوي برضو حابب أتكلم فيها، لأن الناس دايما أو الناس بتتكلم بطريقة مبالغ فيها عن إن النتيجة مقبولة والنتيجة حلوة جدا. النتيجة دي فيها حتة، لو قلت كلمة لو، أصل لو كان 1-0 كانت هتبقى نتيجة أصعب، أصل لو كانت النتيجة 2-0 كان هيبقى أصعب. ف2-1 نتيجة كويسة، هي مش نتيجة كويسة. أولا أنت نادي الزمالك، ثانيا أنت بتلعب فريق كان بإمكانك امبارح لو كانت البداية زي بداية الشوط الثاني كنا ما خسرناش امبارح، دي أقل حاجة ممكن أقولها يعني. ده كان بداية ما كانتش حلوة، ولكن الشوط الثاني شفنا استنفار من لاعبنا الزمالك، شفنا دخول في المباراة، تلاقي نص الملعب هادي شوية، بدأنا ننقل الكورة، كان شكلنا أحسن بكتير جدا في الشوط الثاني. تداركنا الخضة أو الأخطاء اللي حصلت بداية المباراة، فكان إيجابي جدا إن نادي الزمالك أو في تيم نادي الزمالك واللاعيبة اللي في الملعب يتداركوا أخطائهم اللي حصلت في الشوط الأول. ودي شيم الفرق الكبيرة، لما يكون فريق كبير شخصية فريق كبير بيلعب في نهائي بطولة مهمة جدا، حصل أخطاء في الشوط الأول، أخطاء كانت ممكن لا قدر الله تخلي النتيجة كارثية، ولكن عشان شيم نادي الزمالك ولاعيبي نادي الزمالك اللي احنا كلنا في دارهم داعمين ليهم إن شاء الله بإذن الله طوال الأسبوع ده، بندعم تيم نادي الزمالك، بندعم جهاز الفني لنادي الزمالك، احنا ومجلس الإدارة بيدعم بشكل كبير جدا. فأنت ليس لديك سوى الدعم، انت هتدعم وفقط. ولكن ده بحبش الكلام، او لازم ابص برضو على لو في نقاط سلبية اشاور عليها. ومبارح في مباراة نادي الزمالك امام نهضة بركان كان اكتر شيء سلبي في المباراة كان حكم المباراة. انا ما شفتش اسوأ من كده، بيدير المباراة بقمة الذكاء، بقمة الذكاء في توجهه. يعني الحكم امبارح الكرات اللي هي محدش بياخد باله منها، الكرات اللي هي في نص الملعب، لكن قبل المباراة اتكلمنا في ده معايا الكابتن هشام رشاد وكنا بنتكلم في النقطة دي، خلي بالك الحكم هيبقى ذكي قوي، يعني مش هيدي فاول أي كلام على 18 مثلا، لا هتلاقيه بيهمد فرقة نادي الزمالك دايما لما يحس باندفاع نادي الزمالك وإن اللعيبة عندها طاقة وتدفق وعايزة تعمل حاجة، فاول ملوش أي لازمة هبط. ده الذكاء، لكن الذكاء سيء وخبث تحكيمي شفناه امبارح، سواء من حكم الساحة بيتر كاماكو أو حكم الفار هيثم كيرات. وهيثم كيرات يعني أنا جبت لك إيرات من السوابق في الدوري التونسي، وأكتر من مناسبة وأكتر من فريق بينادي ان هيثم قيراط ما يحكملوش اي مباراه،
انا بكلمك في تونس، في تونس نادي الافريق التونسي نادى بعدم قيادة هيثم قيرات لأي مباراة يكون فيها نادي الافريقي طرف في الموسم اللي فات، وفي مرحلة البلاي اوف في الدوري التونسي اخطاء جسيمة كانت في مباراة الترجي والملعب التونسي، وكان هدف صحيح ما حسبهوش للملعب التونسي، ونفس الامر الترجي والافريقي برضه جه على نادي الافريقي ولغى هدف كان صحيح. ودايما جمهور نادي الافريقي يقول لك لا انا مش عايز هيثم قيرات، ده حكم معروف توجهه، فمش بس قدام الافريقي لا ده قدام الملعب التونسي، فصيته زي ما بنقولها هنا بالعاميه المصريه صيته مسمع في تونس. ولما نادينا هنا قبل المباراه ان الحكم تونسي ونادي الزمالك طالب، وكان بيان في منتهى الدقه، قال لك الراجل تونسي ومدرب فريق نهضه بركان تونسي، ازاي يا اخي تجنب الشبهات كاتحاد افريقي. ولكن احنا شفنا في المقصوره من يدير الاتحاد الافريقي ومين اللي بيتدخل في القرارات دي في طواقم التحكيم. احنا عندنا في الماتش اللي جاي ماتش العوده الحكم خليل حسان حكم 4 مباريات لنهضه بركان في البطوله حتى الان، والمباراه اللي جايه دي هتبقى الخامسه. وبستغرب بشكل كبير جدا من اي حد سواء ناقد رياضي على دماغنا وعلى راسنا يا سيدي، سواء انت حكم سابق وتقول عادي ايه المشكله، لا مشكله دي لو انت مش محسوب على نادي الزمالك فانت مش هتحس بحاجه، لكن المحسوب على نادي الزمالك هيحس، لا ده في مصيبه، ده انا الحكم هيثم قيرات ده انا قبل الماتش باسبوع قايل يا جماعه خلي بالكم طرد في كوره محمد شحاته وراجل لم يستدع الفار، استدعاه امتى؟ استدعاه في الكرة بتاعت حسام عبد المجيد. بص يا سيدي الكرة دي يعني الكارت الاحمر اتعمل عشان الكور اللي زي دي، ضرب بالمرفق بالكوع يعني في وش محمد شحاته، الحكم فين؟ الحكم قدامهم، يمكن الكدر اللي مبين الحكم مغطي الاتنين لعيبه، يعني بص الحكم على الشمال ازاي وباصص، طب انت يا حكم يا بيتر يا كماكو اصلا صفرت في الحاله دي، يعني انت في الحاله دي صفرت، صفرت ليه؟ صفرت عشان في حاجه حصلت، انت بتعمل ايه؟ بتتاكد هل الفار بقى هنا الفار أكد اللي انت شفته يبقى انت صفرت عشان تاخد قرار، ولا لغى القرار فلازم تروح تتأكد من الفار؟ احنا لا شفنا ده ولا شفنا ده. جيب لي الصورة تاني معلش بتاعت محمد شحاتة. احنا شفنا لعيب اتضرب بالكوع في الوجه، ودي حالة فيهاش حاجة غير انك تديله طرد مباشر، يعني كانت هتفرق معاك؟ كانت هتفرق معايا، كانت هتفرق معايا اولا في المباراة، وثانيا لو اللي ارتكب الخطأ والفعل غير الاخلاقي في الملعب ده هيغيب عن المباراة النهائية، المباراة التانية مباراة العودة. انا كنت هستفيد، هستفيد من العدالة، انا كنت هستفيد من ايه يا سيدي؟ من العدالة. فمش طبيعي ان الحكم يقوم مصفر، طب انت صفرت ليه يا حكم؟ عشان شفت حاجة حصلت، اما تاخد قرار اداري باللي انت شفته، او لو الفار حكم الفار هيثم قيرات شايف ان قرارك غلط يستدعيك، فهو
الحكم ضعيف الشخصية زي ما شفناه امبارح، فأغلبية الكرات كرات ملهاش أي أساس من الصحة، كرة في نص الملعب اللعيب يا دوب بيمسك الكرة بيزق الكرة كده هو يقع فاول، وهو سلاح نهضة بركان إيه غير الفاولات والضربات الركنية الضربات الثابتة الكرات العرضية. صحيح هو فريق مميز في الكرات العرضية، فأنت بتعمل حاجات في المباراة تخلي فيه أفضلية لنهضة بركان وبتديله فاولات بشكل مستمر وفاولات مش صحيحة كلها، وفي نفس الوقت أنت غير عادل في بعض الحالات اللي تخص نادي الزمالك. أنا لما يطرد لاعب في نقطة بركان أيا ما كان مركزه الفرقة اللي قدامك هتلعب ناقصة هتستفيد، واللاعب اللي اتطرد ده مش هيلعب ماتش العودة فأنا هستفيد. فكان التحكيم في مباراة الأمس كان تحكيم سيء جدا جدا جدا، لكن عشان سيف الدين الجزيري أحرز هدف والهدف خفف نتيجة المباراة شوية اللي بالنسبة لي هي غير مقبولة برضو، ولكن احنا كلنا ثقة في لاعبينا ان شاء الله بإذن الله انهم يعوضوا في لقاء العودة. لسه انت لعبت شوط خسرت الشوط الاولاني خسران الشوط الاولاني 2-1، هنا انت بقى تثبت نفسك على ارضك وسط جمهورك الاخضر واليابس، وده نهائي النهائيات والمباريات الفاصلة دي ما فيهاش راحة ولا بالراحة، انت بتخش راجل على الكورة وبتاع بس في شخصية باينة ان انا لا انا هموت نفسي على اللقب ده. الكورة بتاعت محمد شحاتة كان نفسي واتمنى وكنا بالنادي بيها قبل المباراة، سألت كل الكباتن اللي دخلوا معانا مداخلات وكانوا ضيوفنا هنا في الاستوديو اللعيبة ازاي تتعامل مع الحكم. كان في حاجة غايبة امبارح ان لما لعيب بيقع مثلا، يعني في حالة محمد شحاتة والراجل واقع على الارض، هو الواحد واقع على الارض كابتن او الدكتور محمد اسامة نزله عشان يعالجه من الخبطة اللي خدها، فيش لعيبة نادي الزمالك لازم تجري على الحكم كلها وتلف حواليه ويقف ويقولوا له لا شوف الفار، بقولكش المسه ولا اضربه ولا ولا ولا، لا كل ده ما ينفعش يتعمل. انا بقولك تقف حوالين الحكم تطالب بحقك، انا بقولكش اضغط عليه، اضغط عليه دي يعني اديني حاجة مش من حقي، لا انت طالب بحقك. كان لازم اشوف المشهد ده امبارح، المباريات النهائية عايزة ده، التفاف اللاعيبة كلها على قلب رجل واحد، مفيش واحد يبقى كبش فدا يروح يعترض مثلا في بعض الكرات زيزو راح بيتكلم على الحكم، ما تسيبش زيزو لوحده، كابتن عمر جابر واتنين تلاتة لاعيبة يقفوا يتكلموا، انت بتتكلم وبتطالب بحقك. ده أمر كان مهم جدا حابب أشوفه امبارح، ولكن لسه في فرصة عندك، فرصة المباراة العودة دي أي حاجة كانت غايبة أو التوفيق غايب عنك فيها في مباراة الذهاب إن شاء الله تعملها في مباراة العودة. ده كان أمر مهم برضو حبيت أتكلم فيه. المباراة إجمالا نادي الزمالك كان سيء بشكل كبير في الشوط الأول، ونهضة بركان هو اللي قدر يتفوق في الشوط الأول، الشوط الثاني كان تفوق واضح بشكل كبير جدا لنادي الزمالك ولجوزيه جوميز. طيب معاه التليفون دلوقتي كابتن حمادة طلبة نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر. يا كابتن حمادة شرفنا ومنورنا. حبيبي يا استاذ احمد، ازي صحتك؟ ازي حضرتك؟ انت طيب وحضرتك طيب حبيبي. شفت المباراة بتاعت امبارح دي ازاي؟ مباراة كانت عصيبة على جمهور نادي الزمالك. خلينا نقول طبعا الحمد لله طبعا على النتيجة، بشكر اللعيبة بصراحة الشوط الثاني عملوا مباراة كبيرة، واحنا الشوط الأولاني برضه احنا كنا مستحوذين بشكل كبير،
وكنا بنأدي بشكل كويس الشوط الأولاني، بس عجبني روح اللعيبة لما اللعيبة نزلت بين الشوطين ولموا بعضهم واتكلموا، وقدرنا في أول الشوط الثاني اللي احنا نحرز هدف غير المباراة بشكل كبير جدا. بصراحة عندنا أكتر من لعيب الشوط الثاني أدوا بشكل كويس بغض النظر عن النتيجة. النتيجة احنا كنا ممكن لو كان في توفيق كانت كرة زيزو الأخيرة دي كانت مثلا دخلت. صح، خلينا نقول الحمد لله النتيجة احنا راضيين بيها والناس كلها مرضية بيها. إن شاء الله بإذن الله نقدر نعوض على ملعبنا وسط جمهورنا. زي ما بقول لك البطولة ديت زي ما هي فعلا باسم نادي الزمالك، بس الجمهور هو البطل الحقيقي فيها. يعني الجمهور أنا شايف اللي هو البطل في البطولة دي بصراحة. ليه؟ طول الوقت بيشجع اللعيبة بعد خسارة، بعد مكسب، بعد أي حاجة، هو اللي بيشجع وهو اللي بيموت نفسه، هو اللي بيقاتل. يعني أنا شايف النهاردة حتى التيكت اللي موجود ما عادش فيه تيكت موجود، يعني خلي الناس متشوقة للبطولة. صحيح. بتمنى إن اللعيبة تكون عارفة إن الجمهور بيحارب من أجلها وبيتعب من أجلهم. لازم إن شاء الله بإذن الله تيجي القاهرة هنا، مفيش بديل إلا الفوز بالبطولة. البطولة مهمة جدا جدا، هتغير حاجات كثيرة جوه نادي الزمالك، هتغير من لعيبة كتير موجودة في نادي الزمالك. أنا شايف البطولة دي هتدي دفعة كبيرة جدا للعيبة الموجودة، وإحنا عاملين جايبين لعيبة بصراحة على أعلى مستوى. يعني عجبني محمد شحاتة بشكل كبير جدا، لعيب عالي، أحمد حمدي لعيب عالي. اللعيبة اللي موجودة مش بتعيدها في أفريقيا ديت إن شاء الله هتشوفها هتنافس إزاي وهتقاتل إزاي على أي بطولة تبقى موجودة. لا أنا مبسوط بالفرقة، إحنا عملنا مباراة كبيرة هناك في ظل الوجود في ظل الأجواء اللي كانت موجودة. أجواء صعبة قوي يا كابتن حمادة، أجواء صعبة. بص يا أحمد إحنا طبعًا أنا لعبت هناك وعارف إن الجمهور هناك عامل إزاي والكلام ده، ولما أتذكر كنا بنلعب مع فرقة هناك الدفاع بتاسي. الحديدي لا الدفاع الحسن الحديدي الجديدي عملنا مباراة كبيرة هناك، كسبنا 3-2 كان مع مستر فيريرا. لا كان الأجواء كانت صعبة والجمهور صعب هناك. الحمد لله اللي احنا لعبنا المباراة الأولانية هناك، نقدر في ظل إن شاء الله بإذن الله في ملعبنا وسط جمهورنا في وسط ملعبنا اللي هو استاد القاهرة، الحاجة المشرفة ديت لازم إن شاء الله بإذن الله نفرح الناس ونفرح جمهورنا والشعب المصري كله يفرح، ودي إن شاء الله تبقى أول بطولة مع المجلس الجديد دوت اللي هو مش مؤثر بصراحه مع الفرقه بشكل كبير جدا، مش مؤثر مع اللعيبه، بطيران خاص موجود، الفلوس بتاعتهم القسط موجود، كل حاجه موجوده وكل حاجه متاحه. انا مبسوط بهم جدا وان شاء الله باذن الله انا زي ما بقول لك البطوله دي بنادي الزمالك ان شاء الله. خلينا نقول بشكر كل اللعيبه حتى اللي بره واللي جوه كلهم على قلب بعض. هو ديت اللي تخلي اي حد يجيب بطوله. اللعيب اللي يتمنى لزميله الخير، اللعيب اللي بيبقى يلعب زي ما بيلعبش يبقى موجود وبيقاتل من اجل نادي الزمالك، هو اللي هيبقى له دور كبير ان شاء الله في النادي، وان شاء الله باذن الله البطوله زملكاويه باذن الله. يا رب ان شاء الله. مفاتيح الفوز هنا في القاهره، ايه اللي المطلوب من اللعيبه تعمله من بدايه المباراه لاخرها؟ خلينا نقول طبعا كابتن، بص اللي احنا لازم نكون حذرين جدا. اهم حاجه تكون مأمن نفسك دفاعيا بشكل كبير، ما استعجلش على اللي انا اجيب جون، وما استعجلش ان انا اضغط من اول دقيقه. لازم اكون هادي واكون في وسط جمهورك، الجمهور ما يكونش ضغط على لعيبه، لازم اللعيب يكون هادي، ولازم اللعيب مش هكونش مندفع في اول دقيقه اللي انا عاوز اهاجم وعاوز اجيب الجون، لا قدر الله تقوم اكل جون. والفرقه ديت فيها مميزات كويسه وفيها عيوب كتير. المميزات بتاعتهم الكور الثابته، عندهم الكور الثابته مهمه جدا جدا، يعني هو ده هيلعب على الحته ديت. المرتدات عندهم اكبر، اكتر من لعيب بيعمل مرتده صح، عندهم كم عنصر من الاطراف كويسين جدا. انما خلينا نقول لا، عندهم مشكله دفاعيه كبيره، عندهم جون مش شايفه مش عالي. لازم احنا نلعب على الموضوع ده، هو هيلعب على اخطائك، لازم انا اكون حذر. اللي يعني اللعيبه في ظل ما احنا بنهاجم لازم خط الظهر كله يكون واقف وكن اخد باله من كل كره مرتده، ده اللي بقول لك. انما ما استعجلش الفوز هيجي، بس لازم اقسم المباراه بشكل كويس. الربع الاولاني، ربع الساعه الاولانيه هعمل ايه، ربع الساعه الثانيه هعمل ايه، لازم يبقى ان شاء الله باذن الله. بس انا متفائل خير اللي احنا هنعمل نتيجه كبيره على نهضه البركان. وانا شايف ان احنا عندنا لعيبه ما شاء الله، اللعيبه فايقه. في فرق كبير لما تلعب بره ملعبك ولا وتلعب في وسط جمهورك ووسط بلدك،
لا انا شايف الاجواء بتبقى مختلفه بشكل كبير. اتمنى اللعيبه ما تتخضش من الجمهور، ده بالعكس، ده الجمهور ده هيديك دفعه كبيره باذن الله اللي انت قاتل على اي كوره. يعني انا كنت واحد من الناس كنت امنيه حياتي وانا موجود في نادي الزمالك اشوف العدد بتاع جمهور نادي الزمالك دوت. الجمهور ده بالعكس ده بيديك دفعه وبيخليك تقاتل على كل كوره. بقول لهم ان شاء الله بالتوفيق، وبنصح كل اللعيبه لازم اكون هادي، ما استعجلش الفوز، ما اتكلمش مع الحكم، ما وترش زي زيزو. زيزو ما عجبنيش في حاجه، مع ان زيزو لعيب كبير وعمل مباراه كبيره، بس زيزو ما عجبنيش، كان كل كره بيعترض على الحكم وكان هيطلع بره المباراه. ده اللي انا نصحت لزيزو، انما زيزو من العناصر المهمه جدا جدا موجوده في النادي، مش عاوزه يطلع بره المباراه. هو خلي بالك انا بحترم جدا راي حضرتك، ولكن انا شايف ان من الحاجات المهمه في ماتش امبارح دي ما كانش لازم زيزو لوحده اللي يعمل ده. برافو عليك، صح. ما يعني يبقاش لما احنا فدا. بنيجي نكلم اللعيبه ونكلم بعضنا، بس اللي بيعمله مش غلط. لا إن هو مش غلط، بس النهارده خلينا النهارده هنقول الحكم. انا حكام افريقيا كلهم، انا ما بحبش دايما ما بحبش اهاجم اي حكم، بس خلينا النهارده الحكم ده اتفرع عن طرد زيزو مثلا. انت خسرت زيزو في المباراه اللي هنا. انا فاهم. زيزو النهارده لما كان بيعترض لازم يبقى اكتر من لعيب زي ما حضرتك بتقول، لازم يكون في ظهره. حتى الراجل لما يشوف الناس كلها مع بعض، هو كان عاوز يدي زيزو انذار، طب خلينا نتخيل كده اداله انذار وقام اداله الثاني. انت خسرت زيزو هنا، طب وعلى ايه؟ احنا انا بقول لك انا مش بهاجم زيزو، لا، زيزو اللي بيعمله اللي هو بيدور على حقه، بس ادور على حقي لما يكون ناس في ظهري موجوده. وده بنصح كل لعيبه نادي الزمالك، يا ريت لما يجي لعيب يعترض كل اللعيبه تعترض، ده اللي يهمني. انما خلينا نقول انا مش عاوزك في المباراه اللي هنا تطلع بره المباراه، انت كل دقيقه بتعدي عليك لازم تقاتل فيها، ما تطلعش نفسك بره المباراه. وان شاء الله باذن الله، حتى مع ان الحكم ظلمنا، يعني الحكم ظلمنا في طرد لمحمد شحاته. طبعا محمد شحاته كان اللاعب اللي طرد كان يتطرد، بس احنا عارفين معلش الحكام في افريقيا صعبين شويه، بس ان شاء الله باذن الله. انا زي ما بقول لك اللعيبه دي رجاله، واللعيبه دي هتقاتل باذن الله، وهتفرع جمهور نادي الزمالك اللي هو يستحق البطوله ديت، جمهور نادي الزمالك اللي هو السند الحقيقي بجد لنادي الزمالك. الناس بتسافر ورا الفرقه في كل حته، بتقاتل من اجل نادي الزمالك في كل حته. حاجه تفرح النهارده لما اجي انا ادور على التيكت مش لاقي تيكت النهارده، كل الناس يعني انا متفائل خير ان شاء الله، الاستاد ده كله هيبقى متقفل ان شاء الله باذن الله. بتمنى لهم التوفيق، وبنصح كل اللعيبه اللي هي اللعيبه بقى اللي عندها خبرات زي عمر جابر، زي فتوح، زي المسلوسي، زي شيكابالا، الناس تقعد وتتكلم مع اللعيبه، واللعيب اللي هو ما بيلعبش تحت ضغط جماهيري يتكلم معاه. لا انا شايف ان شاء الله باذن الله خير نادي الزمالك، ودي البطوله اللي ان شاء الله تفرح باذن الله نادي الزمالك كله. فريق نهضه بركان، انت قلت هم مميزين في حاجات بس عندهم عيوب كتير. مزاجهم ازاي يشتغل على العيوب دي هنا في ملعب استاد القاهره؟ عندهم الاطراف صعبه جدا، الاطراف النهارده زي ما احنا شايفين النهارده لما زيزو اشتغل من بره بدا يشتغل وبدا يهاجم بشكل كويس جدا. عندهم خط الظهر الاثنين اللي ورا مش متمركزين بشكل كبير، مش فاهمين بعض بشكل كبير. النهارده مش هتكسب الفرقه ديت الا بقوه متحركه. النهارده لما زيزو يخش ويعمل اوفر لاب ويتحرك ويعمل اوفر، ده اللي شايفين انت النهارده. النهارده لما الاوفر اترفع بتاع زيزو، سيف الدين الجزيري جاي من ورا بشكل عامل ازاي وراكب الكوره بشكل كويس جدا. عندهم الحته التخطيطات بين الباك والباك صعبه جدا النهارده. لو احنا استغلنا فيها مساحات كبيره جدا، لو احنا استغلناها النهارده يوم الماتش ان شاء الله باذن الله هنخلق لنفسنا فرص الحمد لله. ولازم من اول دقيقه كابتن اعمل ضغط، يعني حتى احسسه ان انت بتلعب النهارده هيبقى جاي مرعوب، جاي خايف، جاي عارف اللي هو بيلعب جمهور قبل ما يكون بيلعب فرقه نادي الزمالك. هيبقى الضغط الاولاني ده من اول دقيقه ان شاء الله باذن الله. لو انت اول ساعه جبت اول ربع ساعه جبت جون ان شاء الله باذن الله هنكسب بنتيجه كبيره ان شاء الله باذن الله. بقول لنادي الزمالك خلي بالكم من الكور الثابته دي، مهمه جدا عشان دي اللي هم اخطر حاجه فيها، ولازم عواد في الحته ديت لازم يمسك كويس. اتمنى ان شاء الله باذن الله اللعيبه كلها تكون فايقه، ما فيش حد يقصر باذن الله ان شاء الله، والناس كلها تكون موجوده ومستنده ان شاء الله نادي الزمالك في البطوله بامريكا. كابتن حماده شرفتنا ونورتنا. خليك يا ابو حميد، جميل، شرفنا ونورنا النجم الكبير كابتن حماده طلبه، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. مهم برضو ان اللعيبه تسمع رسائل الدعم دي، يعني ان صح التعبير، يعني لو في حاجه اسمها رسائل دعم. فرساله الدعم دي لما تجيلك من لعيبه سابقين في نادي الزمالك بيحبوا نادي الزمالك، من جمهور نادي الزمالك.
وفتحنا الباب لحاجة كده حلوة ممكن نعملها أي حد من جمهور نادي الزمالك العظيم. إحنا في الفترة دي خلاص أسبوع وعندك مباراة عودة في القاهرة، هتلعب لقاء أمام نهضة بركان اللي كسبك 2-1، فأنت عايز تسخر كل حاجة لدعم اللاعبين. أنا مش عايز أعمل أي حاجة تاني غير إن أنا أدعم اللعيبة، حتى لو لعيب ما كانش موفق هو مش محتاج دلوقتي في الوقت ده غير إنك تدعمه وتقول له أنا لأ أنت ده ما كانش يومك، الماتش اللي جاي إحنا حاسين إن إحنا نشوفك زي ما إحنا متعودين. لو أنت يعني شايف في لعيب شغال بشكل كويس جدا وما كانش في يومه امبارح، أو لعيب بالنسبة لك أنت يا سيدي شايف إن اللعيب ده بالنسبة لك مش أحسن لعيب في وجهة نظرك، مش محتاج منك غير الدعم. جمهور نادي الزمالك والمهتمين بالسوشيال ميديا، يمكن جمهور نادي الزمالك بالملايين على السوشيال ميديا، تواجد في كل المنصات، هنعمل او اي حد حابب يعمل فيديو، احنا عاملين احنا مبادره، المبادره دي انا بقول لك عليها اهو، عايز تعمل فيديو هتعمل فيديو لدعم فريق نادي الزمالك، لدعم لعيب معين، للعيبة معينة، للفرقة كلها ككل، عايز توجه رسالة، عايز توجه رسالة لدعم لاعبي النادي الزمالك أيا ما كانت، هتبعتها لنا وإن شاء الله بإذن الله هنعرضها تباعا طوال الأسبوع اللي جاي ده لدعم فريق نادي الزمالك، لأن لعيبة نادي الزمالك مش محتاجين في الوقت ده زي ما قلت لحضراتكم سوى الدعم. يمكن دي بعض المحاور اللي اتكلمت عنها، في محاور تانية حابب اتكلم فيها، وفي بعض النقاط شفتها قبل ماتش الذهاب، لكن يعني ليهم رؤى، يعني كل واحد كده ليه رؤى ولكل مقام مقال. تخلص البطولة ونشوف الناس بقى اللي نادي الزمالك بالنسبة لهم ده يعني نادي الزمالك بيمثل مصر، نادي الزمالك المصري، نادي الزمالك المصري قبل مباراة نادي الزمالك المصري في ذهاب نهائي الكونفدرالية، حد جايب لعيب في برنامج وهتك يا تقطيع في لعيبة نادي الزمالك وفي كابتن نادي الزمالك وفي صفقة جاية لنادي الزمالك، وحاجة قمة في العبث. يعني أنا مش هخوض في ده أكتر دلوقتي، ولكن عندنا حاجات أهم منه، ولكن أنا مش نسيك، ولكن لكل مقام مقال. دلوقتي هروح لفاصل، وبعد الفاصل هرجع لفقرة الأخبار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في زملكاوي، وصلنا لفقرة الأخبار. أول أخبارنا من عند وصول نادي الزمالك وبعثة فريق نادي الزمالك إلى القاهرة. وصل الفريق النهاردة والبعثة بالكامل لمطار القاهرة بعد مباراة الذهاب في نهائي الكونفدرالية الإفريقية. كان مجلس إدارة نادي الزمالك وفر طيارة خاصة تنقل الفريق من القاهرة أو من مطار القاهرة إلى المغرب عشان يوفر الراحة للبعثة بالكامل. الجهاز الفني قرر إراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة، ففي راحة 24 ساعة إداها الجهاز الفني للفريق، وهيستأنف الفريق تدريباته بكرة إن شاء الله التلات على ملعب النادي استعدادا للقاء العودة أمام نهضة بركان اللي هيتلعب يوم الأحد اللي جاي. لسه مع جوزيه جوميز، وجوزيه جوميز يعني هيحاول بقى يبص على مباراة الذهاب، فهيبقى في فيديو في كل التفاصيل من أخطاء، من بعض المواقف الخاطئة في التمركز، حاجات كتير جدا هتبقى في فيديو أو في محاضرة فيديو هيتم من خلالها مناقشة كل الحالات اللي وقع فيها لاعبي نادي الزمالك في مباراة العودة. ده هيكون إن شاء الله
في تدريب بكره باذن الله. طيب دونجا، الناس كانت بتسأل هل دونجا اتصاب فطلع؟ طب الراجل حافظ عليه في اخر كام دقيقة عشان الانذار، عشان هو الوحيد او كان هو من اللعيبة المهددة بالحصول على انذار، بس الحمد لله ما حصلش. ولكن دونجا حس باجهاد عضلي، فده اللي كشف عنه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، وقال دونجا اتعرض لحالة اجهاد عضلي في نهاية المباراة وتم استبداله في الدقائق الأخيرة حتى لا يتعرض للإصابة، واللاعب إن شاء الله بإذن الله هيكون جاهز لمباراة العودة أمام نهضة بركان. كان دي أهم أخبار نادي الزمالك النهاردة. إحنا بنتكلم عن منتخب مصر والمدير الفني كابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر، كان عنده مجموعة من التصريحات النهاردة، يمكن الناس كلها انتشر بعض تصريحاته، ان الراجل بيتكلم عن الدوري المصري والراجل بيتكلم على لعيبة الدوري المصري وقد ايه ان الدوري المصري لم يفرز لاعب مهيأ للعب في منتخب مصر. فانا كان ليا بصراحة تعقيب صغير جدا على تصريحات كابتن حسام حسن. يا كابتن حسام، يعني الناس كلها كانت بتنادي وانت كنت بتتمنى ان تحصل على فرصة تدريب منتخب مصر، فانت متابع جيد جدا لمنتخب مصر وللدوري المصري ولاعيب الدوري المصري، وتعلم تماما وتعي تماما ان منتخب مصر عنده 8 محترفين بس، فانت داخل على قيادة او داخل على حاجة انت مكلف بيها، عارف تفاصيلها بشكل كبير جدا، يمكن انت كنت متواجد في اكتر من استوديو واكتر من برنامج بتتكلم على مدربين منتخب مصر، وان ازاي لو المدير الفني ده مش موجود الموضوع هيبقى اسهل بكتير، وان احنا عندنا مجموعة من اللاعبين المهيئين، واحنا مش محتاجين ان احنا يبقى عندنا 30 و40 لعيب محترف زي كوت ديفوار وزي المغرب وزي الفرق الكتير اللي حضرتك اتكلمت عليها النهاردة. فانت دلوقتي بقيت في المكان اللي كنت ممكن تكون بتنتقد المدير الفني لمنتخب مصر سابقا ايا مكان الاسم، فانت دلوقتي في المهمة وعارف ان مش هتجيب لعيب من زنزبار عشان يلعب لمنتخب مصر، انت كل اللعيبة في الدوري المصري قدام حضرتك وانت عارفهم وعارف امكانياتهم وعارف مين اللعيب اللي ممكن يصلح لمنتخب مصر من عدمه، وده كان تصريحاتك قبل ما تتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر. فمن البديهي ان في الفترة دي لسه اصلا ما فيش اي اختبارات سوى بطولة كاس عاصمة مصر اللي شفنا فيها تنظيم رائع جدا، وافتتاح لاستاد العاصمة الادارية كان استاد مصر استاد تحفة جدا. اتكلمنا عن المباراتين اللي احنا لعبناهم قدام كرواتيا او نيوزيلندا، تتكلم برضو عن مباراة ودية، مباراة كانت سهلة أمام نيوزيلندا قدرت تكسبها، المباراة الثانية قدام كرواتيا فريق قوي خسرنا منه في نهاية المباراة، فلسه الاختبارات الرسمية بدري قوي عليها ان احنا نفشل تجربتنا قبل ما نبتديها. يعني انت رسميا كابتن حسام لسه لم يخوض اي مباراة رسمية لمنتخب مصر. المباراة اللي جاية مباراة بوركينا فاسو. بوركينا فاسو عندها محترفين بس احنا عارفين مستوانا ايه ومستوى بوركينا فاسو ايه. فمن البديهي ان احنا ما نتكلمش او نقول تصريحات تؤخذ علينا وكأنها تصريحات استباقية. تصريحات تخلي الناس تحس ان اللي جاي هيبقى فيه فشل قبل اصلا ما يحصل. فبصراحة أنا كان عندي يعني تحفظ بشكل كبير جدا على تصريحات كابتن حسام حسن النهاردة، اللي بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في كل المباريات اللي بيلعبها، ونتمنى التوفيق أكيد لمنتخب مصر. طيب مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو، مين الحكم بتاعها؟ حذر فذر بيتر كاماكو حكم مباراة الأمس أمام ما بين نادي الزمالك ونهضة بركان، هو حكم
مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو. أعلن موقع فيفا اختيار كمان في مباراة غينيا بيساو، مباراة تانية، الحكم السوداني محمود علي إسماعيل اللي هيقود المباراة تحكيميا مواجهة مصر مع غينيا بيساو. المباراة هتبقى في الجولة الرابعة، مباراة بوركينا فاسو في الجولة التالتة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. لكن دي أغلب الأخبار اللي بتهم الشارع الرياضي الزملكاوي والمصري. دلوقتي هنروح لفاصل قصير، هنروح للجزء الثاني من حلقتنا، جزء مهم جدا، جزء هيبقى فيه تحليل وأرقام وإحصائيات مع اللي الزمايل الأعزاء اللي بيشرفونا وينورونا دايما، الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي والمحلل الفني أحمد مسعد حافظ. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. نادي الزمالك أول نادي مصري في كأس العالم للأندية. مبروك لنادي الزمالك، نادي الزمالك كأس أفريقيا لأول مرة. كأس الزمالك الفوز بهدف واحد بات يكفي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية عندما يواجه نظيره نهضة بركان بملعب القاهرة الدولي مساء الأحد المقبل في لقاء الإياب للدور النهائي. وتفوق نهضة بركان في لقاء الذهاب بملعبه أمس الأحد بهدفين مقابل هدف، حيث سهلت رأسية سيف الدين الجزيري المهمة على نجوم مدرسة الفن والهندسة في لقاء الإياب بالقاهرة، وأصبح الفوز بهدف وحيد يكفي لعناق الأميرة السمراء. وعلى مدار تاريخ الزمالك في المباريات النهائية لبطولات الأندية الإفريقية التي أقيمت في القاهرة، كان الفوز هو عنوان قلعة ميت عقبة، وهو الأمر الذي يدعو للتفاؤل قبل مواجهة نهضة بركان الأحد المقبل في نسخة 1984 ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال. تمكن الزمالك خلال أول نهائي قاري يخوضه في حسم لقاء القاهرة على حساب شوتينج ستارز النيجيري بثنائية حملت توقيع جمال عبد الحميد. لعبة حلوة ناصر إبراهيم، تعدي ولعبة من الجول، جمال عبد الحميد، جول الأول للزمالك.
وفي ذهاب نهائي نسخة 1986 للبطولة ذاتها، تكفل أيمن يونس بزيارة شباك أفريكا سبورت الإيفواري مرتين في ملعب القاهرة، وشهد استاد القاهرة على عناق جديد للفارس الأبيض للأميرات السمراء في النهائي القاري عام 1993 على حساب أشانتي كوتوكو الغاني بعد ماراثون ركلات الترجيح. وتوالت انتصارات الفارس الأبيض وسط أنصاره في النهائيات القارية بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب نهائي إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1996 في مواجهة شوتينج ستارز النيجيري، ثم التفوق بركلات الترجيح. وجاء صاروخ تامر عبد الحميد دونجا ليمنح أبناء ميت عقبة لقبا قاريا جديدا بدوري أبطال إفريقيا عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي. وبيشوط والكرة حلوة، جول جول جميل 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 جميل، تامر يا سلام. كما نجح الزمالك على ملعبه بالقاهرة في تحقيق فوز كبير على حساب كانون ياوندي الكاميروني برباعية في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000، كما كان ملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مسرحاً للأفراح البيضاء بتتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية عام 2019 في مواجهة نهضة بركان المغربي بعد التفوق بهدف نظيف ثم ابتسام ركلات الترجيح لأبناء زامورا. أهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان، وصلنا للجزء الثاني من حلقتنا، مشرفنا ومنورنا فيه الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي. مشرفنا عبد اللطيف، دايما مبسوط بوجودي معاك يا احمد، وبتشرف بتواجدي في قناة الزمالك. والمحلل الفني احمد مسعد حافظ، مشرفنا ابو حميد. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ مبسوط جدا والله ان انا معاكم النهارده، ويا رب تبقى حاله حلوه. انا اللي دايما ببقى سعيد بوجودكم. في البدايه كده ابدا مع مسعد، شفت المباراه ازاي يا مسعد؟ خلينا نقول ان المباراه ما كانتش سهله، وخلينا نقول ان لما بنيجي نتكلم عن الهزيمه اللي حصلت، ان هي هزيمه، هي افضل نتيجه ممكن ان انت تخرج بيها من هناك، لان نتيجه 1-0 لاي خصم عليك بتبقى مقلقه، لانك انت بيبقى عندك مشكله ان 1-0 في مصر ما بترجعكش، لازم تعمل فرق 2 دايما. النقطه الثانيه ان 0-0 حتى بتبقى فيها قلق، لان وجودك في القاهرة 1-1 2-2 بيحطك تحت ضغوط تانية خالص. فدي أفضل نتيجة خرجت في ظل الظروف اللي حصلت في الماتش كله. فإحنا لما بنيجي نتكلم عن كل الظروف دي، إحنا ما بنخلقش مبررات بقدر إن إحنا بنقول للناس إن في وقائع حصلت خلي حكمك من خلالها، لأن المبرر دايما هو شماعة للفشل، لكن إحنا بنخرج وقائع معينة بنقول من خلالها إنه يا جماعة حصل 1-2-3-4. طب إيه الشكل العام اللي حصل خلى إن مثلا في أول دقايق المباراة نحس بتوتر لعيبة الزمالك؟ في البداية لازم نكون عارفين إن ده أول نهائي لمعظم اللعيبة اللي موجودة باستثناء زيزو. تمام، زيزو لعب 2019، لعب 2020 نهائي دوري الابطال، فهو اللعيب الاكثر خبره، وده اللي ظهر كمان على مستواه في الماتش واللي احنا هنتكلم عليه خلال الحلقه. النقطه الثانيه ان ده اول نهائي قاري لجوزيه جوميز، تمام، سواء في افريقيا لانه اول مره يمرن في افريقيا او في مسيرته بشكل عام. كل دي بيحطك تحت بنود او تحت ضغوط معينه في القرارات، في قراءه التشكيل الخصم، في انك تاخد القرار الصح في المباراه بشكل عام. إذن دي المعطيات اللي قدامك اللي بتظهر لك إن المباراة ما كانتش سهلة. وعلى الأساس دوت إن أنت النهاردة بقى عندك لعيبة عندها خبرة كويسة جدا في الملعب، مفترض إن دي البداية اللي تخلينا نبني لشكل كبير قدام، إن إحنا يبقى عندنا مشروع لمدة 5 سنين على الأقل، عشان يكون عندك لعيبة عندها من الشخصية اللي تقدر تواجه المباراة دي، مش كل سنة نعمل عملية التغيير فبالتالي نفقد الخبرات اللي إحنا بنعملها. طيب عشان نفهم الناس المقدمة الكويسة ديت، خلينا ناخد الموضوع بجزئيات. مبدئيا أنا بشوف أن جوزيه جوميز في مباراة نهضة بركان أخذ الطريق الأضمن والأسهل والأحسن، حتى لو كانت المعطيات جوه الماتش اتغيرت، لكن في الآخر أنت خرجت بأفضل شيء من المعطيات دي كلها، لأن عملية التغيير اللي بتحصل من مدربين كتار جدا سواء في أوروبا أو في أفريقيا، إنه يغير من سيستم لعبه والاستراتيجية والخطة، بتخليك إن أنت مش بس بتفاجئ الخصم، أنت بتفاجئ لعبتك جوه الملعب. لما بيبقى عندك نسق دايم ماشي عليه أو طريقة لعبه معينة، دايما يقول لك في الماتش النهائي ما تجيش تعمل تركاية اللعيبة مش حافظاها، لأن ده ماتش مصيري، يعني بمعنى أدق أنت عملت كل حاجة في الموسم، سيب بقى اللعيبة
وانت بقراءتك الفنيه في الماتش وتغييراتك تمشي الماتش زي ما هو مطلوب. ده اللي جوزيه جوميز عمله بطريقه 4-3-3، لان في ناس طلبت طب العب 3-4-3 طب 3-5-2 عشان خاطر العرضيات والكلام ده كله. طيب جوزيه جوميز عشان يبني الطريقه ب 4-3-3 ايه المعطيات اللي شافها في الخصم؟ احنا عندنا ثلاث معطيات لفريق نهضه بركان بشكل عام. النقطه الاولى انه فريق بيضغط من قدام بشكل عالي جدا، لكن ما بيرحلش كل خطوطه لفوق وسط الملعب، دايما محتفظ بلعبته في وسط الملعب وخط الدفاع، لان معين الشعباني مدرب دفاعي، بس بيضغط عليك اول 10 دقايق لانه على ارضه. بس عاوز بيبقى عنده مشكله في الحته دي، هي يمكن نقطه قوه في حته انه بيعمل ضغط عالي، بس بيبقى في تباعد في الخطوط بشكل كبير جدا تقدر تضربه. بالظبط، وده اللي احنا برضه هنشوفه في الحالات ونبدا ان احنا نشرح له احنا كنا نقدر نستغل ده ونستغله في القاهره لو هو فكر ان هو يضغط بشكل عالي. النقطة الثانية انه فريق بيضغط دايما على الاطراف، دايما بيرحل لعيبته ان يكون مثلثات او اربع لعيبة على الاطراف عشان يعمل عليك تفوق، لان انت لو رحلت كل لعيبتك على الطرف بتفضي العمق، هو دايما بيدور على اي ثغرة يشتغل عليها. وتالت نقطة وهي الاهم هي مسألة الكرات الطويلة اللي بيعتمد فيها على المهاجم بتاعه اللي بيبدا يرحل على الاطراف ويشتغل عليها والعرضيات اللي هو شغال عليها. هياخد كل بعد ده بشكل عام، هياخد كل بعد، بس اشوف برضه قراءة عبد اللطيف ورؤيته للمباراه، ازاي شفت المباراه دي برضه عبد اللطيف؟ بص قبل ما نتكلم على بقى الفنيات ونتكلم على المباراه نفسها، لازم نفهم ان المباراه الافريقيه والمباراه دايما النهائيه لازم تكون انت محضر لها نفس كويس. امبارح الزمالك افتقد للتحضير النفسي للقاء. انت بتتكلم انك اول 10 دقائق قبل ضربه الجزاء ثلاث كور بيتكرروا بنفس الطريقه جوه منطقه الجزاء وهي هي نفس الاخطاء. مش هتتكلم ان الاخطاء دي فنيه اكتر ما هي اخطاء ان مفيش تركيز، اللعيبه فقدت التركيز امبارح لانك انت ما هيئتهمش نفسيا انك بتلعب مباراه نهائيه خارج ارضك. زي ما اتكلم احمد مسعد اغلب اللعيبه بتلعب نهائي اول مره، لكن امبارح بنشوف اخطاء برضو من لعيبه كانت ليها خبرات شويه مع الزمالك. فانت بتتكلم ان الموضوع ده ليه ابعاد. انت بتتكلم انك من يوم مباراه الاهلي وانت بتغير التشكيل كل مباراة بيحصل خمس تغييرات اربع تغييرات على التشكيل، ده بيعمل برضو عدم انسجام جوه الفرقة. انت بتغير ماتش الاهلي، جيت ماتش دريمز اللي هو في استاد القاهرة غيرت خمس لعيبة، جيت مباراة العودة طبعا كان في اصابات بالظبط، وانا فاهم القصة دي ثلاث اصابات وعذر المدرب في حاجات كتيرة بسبب القايمة، وبسبب حتى انك عبد الله السعيد وناصر ماهر مش معاك في القايمة الافريقية بتاعت الكونفدرالية، والنواقص والاصابات والاجهاد وكل حاجة. بس ده هيرجعنا لمباراة برضو سموحة. انت بنتكلم في شقين، الشق الاولاني في فرق بين الاجهاد، انت تبقى خايف من الاجهاد، وفي فرق بين تبقى خايف من الاصابات. الاصابات دي بتاعت ربنا، يعني انت مش هتقدر تعرف اللاعب ده ممكن هيتصاب امتى ولا إيه. انت ممكن تريح لعيبه للاجهاد، خايف عليهم يجهدوا، خايف عليهم محضرهم للنهائي. فانا شفت ان نتيجه نهضه بركان كانت مرتبطه اذهان اللعيبه ان هم ما فصلوش من نتيجه مباراه سموحه. يعني ذهنهم كان في خساره مباراه سموحه اكتر من استعدادهم للنهائي، ما دخلوش في الاجواء بتاعه نهائي الكونفدراليه بالشكل الامثل، وده اللي احنا شفناه امبارح في اول ربع ساعه او اول نص ساعه، ان الفريق خارج تماما من التركيز اكتر ما بنتكلم في فنيات. صحيح. يمكن في ناس بتتكلم تقول لك يا جماعه المنافس ضعيف، بص احنا ما بنتكلمش فني، مش هقيم الفرق فنيا، لانك انت زي ما انت بتشوف عندك في دوري ابطال افريقيا احسن فريق بيلعب كره مسعد عارف سان داونز ما وصلش، وانا عارف وبترو اتلتيكو لسه اقول لك بقى. بترو اتلتيكو انت كنت بتتكلم عليه فرقه ما خسرتش ما وصلتش. صح. ليه؟ لان انت لعبه كره القدم مش فني بس، فيها اجزاء كتيره، فيها انت بتحضر ازاي للمباراه، بتحضر خبراتك ازاي والتعامل النفسي في المباريات الكبيره زي دي. فهو يا جماعه الناس بتقيم الامور بشكل خاطئ. يعني يوم مباراه دريمز برضو كان فيه تقليل من الفريق، يقول لك اصل هو اول مره يشارك، اصل هو لا يا جماعه ما في نماذج قدامنا بنتكلم عليه وقلنا الكلام ده كتير. في اسيا عندك فريق سيدني ده تاسس من استراليا، تاسس 2012 2013 خد اول بطوله ليه اللي هي الكاس، 2014 كان في نهائي دوري ابطال اسيا بيكسب الهلال وبياخد البطوله. فريق متاسس في سنتين خد بطوله، ما فيش حاجه اسمها اصل لسه فريق متاسس، اصل فريق اول مره يشارك. هي الدوافع والحوافز بتاعه كل فرقه بتختلف عن اي فريق. انت بتتكلم اتحاد العاصمه اللي كسب السوبر الافريقي وكسب النادي الاهلي اللي هو حامل لقب دوري ابطال افريقيا،
في المركز ال 12 كان بينه وبين مراكز الهبوط مركزين فقط. صحيح. وتأهل كونه بس انه حامل لقب الكونفدراليه، يعني لعب بطوله السنه دي كونه حامل لقب الكونفدراليه. فهي المباريات دي لا بتعرف مراكز ولا بتعرف مستواك، بتعرف حالتك الفنيه والنفسيه في الملعب يومها. اللي بيبقى مركز في التفاصيل الصغيره هو اللي بيقدر يستفيد من المباريات دي. فحته انك تقلل من الخصم او تديله اكبر من حجمه هي دي اللي بتخسر دايما الزمالك مباريات كبيره. عارف لما كان بيبقى في مراجعه ليله الامتحان وتبقى مذاكر بشكل كبير قوي وتبقى محضر نفسك لامتحان صعب قوي، وتخش الامتحان بتبص لورقه الاسئله، انا مش تتخض تتخض. دي ممكن تبقى نفس اللي حصل لعيبه نادي الزمالك في بدايه المباراه. مظبوط. الشوط الثاني كان مغير تماما يا مسعد. وعايز برضو قبل ما اروح للشوط الثاني وازاي اللعيبه حصل لها التحول ده ما بين الشوطين، الناس كانت بتتكلم عن التشكيل. شفت التشكيل ازاي؟ وجود سامسون اكينيولا في التشكيل كاساسي، ما كناش عارفين هو بيلعب وينج ولا بيلعب 9.5 ولا 10، برضو اتكلمنا في حته التشكيل. خليني اقول لك ان التشكيل فعلا الناس كلها اتكلمت عليه بشكل مبالغ فيه شويه بعد الماتش، وده حال كره القدم. هتلاعب سين هيقول لك صاد ما لعبش ليه، لعبت صاد سين ما لعبش ليه، طالما النتيجه مش في صالحك هتلاقي الاسئله كتير. صح. لكن خلينا نقول ان بشكل واضح ده افضل تشكيله تخرج للزمالك في نهائي الكونفدراليه في ظل الاصابات واللعيبه اللي ما بتلعب محلي وما بتلعبش معاك افريقي. الفكره كلها كانت في عمليه التوظيف، بس انا هنا مش هاجي انتقد عمليه التوظيف، انا هحاول اوضح هو ليه اختار عمليه التوظيف دي، نجحت معاه او فشلت، ده اللي احنا هنشوفه. هي ما قدمتش المطلوب اللي هو عاوزه، ورغم كده الراجل تدخل وحاول ان هو يغيرها. الفكره الاساسيه اللي هو حاول يلعب بيها ان هو يحط سامسونج جناح، عشان هو كان بيلعب على عمليه استغلال التقدم الهجومي اللي بيحصل من خلال لاعبي نادي نهضه بركان من الجبهه ديت، فعاوز يستغل المساحات اللي وراهم. زي ما عبد اللطيف اتكلم في نقطه اللعيبه الخبره اللي عندك، هو كان امله ان ما يبقاش فيه اخطاء فرديه كتير، لان هو طبعا مش حاطط السيناريو ان هيحصل كل التوتر ده. مع الاخطاء الفرديه ظهرت الثغره. الاخطاء دي مش فنيه اكتر من هي نفسيه، لانه مفيش تركيز. بالظبط. يعني فقد عامل التركيز، لان يا جماعه اللعيبه في الاخر مش الات. لا بالظبط. اللعيبه في الاخر بشر، لازم برضه هيتضغط وهيتضغط ويبقى مشتت مش فيه، عشان هو مش عاوز يغلط. بالظبط. فدي تحصل اخطاء. تركيز زياده عن اللزوم افقدك التركيز. بالظبط. بتبقى الوسيله. هي بتبقى ماشيه في النطاق دوت. لما نيجي نشوف ان سامسون لعب في الجبهه ديت، سامسون لعيب بيقدر يحتفظ على الكره تحت رجله، بيقدر ان هو يتحرك في العمق، لعيب بلغه الكره سنيد، بيعرف يسند الكره عشان لعيبه تتحرك حواليه بشكل كامل. المره دي انت حطيته مره واحده في، يعني زي ما يقولوا كده، فوهت النار، انه يلا يا باشا انت هتواجه اهم جبهه عند الخصم. الخصم طبعا داخل في الاول بيضغط بشكل كبير، اظهرت لنا بعض الاخطاء اللي جوزيه جوميز حاول يصلحها بعد كده واللي احنا هنشوفها. خلينا نشوف الحالات الاولى ايه اللي حصل بشكل عام، وايه اللي عمله جوزيه جوميز بعد كده في سامسون. سامسون في البدايه بشكل عام لما هنيجي نشوف الحاله الاولى اللي قدامنا هنلاقي ان ده الكره الاولانيه اللي حصل فيها الخطا اللي جاء ضربه الجزاء. الناس انتقدت فتوح على اخراج الكوره، لكن هو فتوح كان وصلها بالشكل المظبوط، لكن سامسون لانه مش في حساسيه الموقف بشكل عام ما قدرش ان هو يقدرها بشكل مظبوط، وحصل الضغط، ثلاث لعيبه بقوا رايحين ناحيه فتوح مره واحده، وده اثر طبعا لان احنا كنا في عمليه بناء للهجمه، فطبعا التمركزات بتاعتنا ما كانتش ثابته بشكل عام. ده الخطا الاولاني. جينا بعد كده على الخطا الثاني، انه برده عمليه تمرير، سامسون لسه نازل، اللعيب داخل سريع جدا عليه، قطع الكوره، وبكده بقى في اتنين على احمد فتوح في الجبهه دي، وبدات الامور تتصحر. وظهره مكشوف. وظهره مكشوف طبعا في الملعب، والزمالك طبعا في عمليه تحول هجومي. من هنا حصل ان جوزيه جوميز في الدقيقه 20 بالظبط راح مغير المراكز، جاب زيزو في الجبهه ديت، وراح مودي سامسون ناحيه الشمال عشان يعمل التوازن شويه لما لقى في ضغط عام في الجبهه دي. ومن هنا ممكن نتنقل على شخصيه زيزو في الملعب. زيزو هو الكارت الوحيد بالنسبه لي جوزيه جوميز اللي قدر ان هو يعني يحركه في كل حته في الملعب. وانا يعني بصراحه كنت مبسوط من زيزو بشكل عام، لانه ارهق في المباراه، الراجل كان بيلعب قدامه وبيرجع ورا وبيتكلم مع الحكم وبيحاول يعمل دور شخصيه القائد، ونجح فيها بصراحه عبد اللطيف في النقط المهمه اللي رجعت الزمالك للمباراه. في وظائف في الملعب ما بتظهرش للمتابعين او الناس اللي بتتابع، بتبقى مهمه جدا في نقطه المباراه، ويمكن هو الحته اللي هو بيتكلم فيها بتاعه فتوح وسامسون دي نتيجه اللي انا بقول لك عليه، انك بتغير
التشكيل كل مباراه، فانت ما عادش في، انت مره بتلعب مضايق بسبب الاصابه وبتلعب قدامه مصطفى شلبي، ومره بتيجي ترجع فتوح وتلاقي لاعب ثالث مثلا زي مصطفى شلبي او نضاي قدام في الحته دي، او دلوقتي سامسون. فالعامل اللي هو الانسجام، او ناصر ماهر في الدوري على فكره عملها، ما انا بتكلم، فانت فبتيجي بقى تتفاجئ وتتخض. وعلى فكره نفس المركز ده والجبهه دي هي كانت سبب خساره الزمالك نهائي افريقيا قدام الاهلي، لما جه برضو باتشيكو راح مغير وقت اصابه شيكابالا ونزل كاسونجو يلعب في الحته دي، ومش بتاعه كاسونجو. والجبهه دي كان في الحته دي كان بيجري يعني زي غلط، مش بتاعته، فانا مش بتاعته، ما يلعبش وينج، انت ما تقدرش تنتقده في النقطه دي. بالظبط. فانا ما اقدرش الوم سامسون، لان هو الراجل بيعمل وظايف معينه مش حتته الحته دي، خلي بالك اتظلم فيها. معين الشعباني الراجل ده قارئ جيد جدا للي احنا بنتكلم فيه، والمحللين اللي بيتكلموا عن فريق نهضه بركان، وكل الناس قالت ان اقوى جبهه عند نهضه بركان حمزه الموسوي، الباك ليفت الحريف اللي بيزق نفسه وبيسيب ظهره فاضي وبيزيد وبيعمل عرضيات وبيعدي، وقدامه يوسف المهيري وبرضه لعيب حريف وينج حريف وسريع ويعمل لك قلق. وبدا الضغط في بدايه المباراه من ناحيه اليمين. بالظبط. هو عمل عكس المتوقع بالنسبه لقراءه المباراه من جانب نادي الزمالك. بالزبط. خلي بالك برضو معين الشعباني معاه محلل الاداء هو معتمد عليه من ايام ما كان في الترجي، ويعني الناس دايما يعني انا اصدقائي في تونس بيقولوا الراجل ده من الناس المميزين اللي هو بيستعين بيهم. فدايما قرايه المباراه قبل المباراه وانك تقرا الفريق اللي قدامك بتسهل عليك الدنيا. بس انا بكلمك زي ما احنا بنتكلم، في اخطاء فنيه بس انت تداركتها في الشوط الثاني، وده الاهم، انك في غلطات هتحصل طبيعي وموجوده، لانك انت برضو ما فيش ثبات في التشكيل، في تغييرات طارئه بتحصل فيها بسبب الاصابات وبسبب الاجهاد وبسبب امبارح بنشوف نبيل دونجا بيخرج بسبب اجهاد في العضله الخلفيه، والجهاز الفني والطبي فضل اراحته عشان يبقى جاهز لمباراه الاياب. ففي عناصر بتخلي شكلك اللي هو ما يبقاش كامل بنسبه 100%، وبتبدا بقى الفرق اللي قدامك المنافسه تلعب على التفاصيل دي بقى. هي التفاصيل دايما النهائيات يا احمد بتلعب على التفاصيل الصغيره دي، واللي بينجح يستغل التفاصيل الصغيره دي هو اللي دايما بيخلص المباراه. مسعد، نروح لتاني لاعب انت هتكلمنا عنه، كلمت عن زيزو، ان الراجل غير مكان زيزو، بدل ما كان بيلعب ناحيه اليمين عمل تشينج كده ما بينه وما بين سامسون اكينيولا. ايه اللي حصل؟ الفكره كلها ان الناس كانت بتنتقد جوميز في المباراه على مراكز اللعيبه، بس خلينا نقول ان الراجل لما حتى شاف ان في خطا بيحصل، هو الراجل حاول انه يشتغل على تصليحه، وما قعدش ثبت على وجهه نظره وهو ده اللي هيحصل، لا الراجل غير على طول، نزل زيزو ناحيه فتوح وودى سامسون الناحيه الثانيه وبدا ان هو يشتغل عليها. ودي نقطه كانت مهمه وكانها لعبه شطرنج ما بين معين الشعباني وما بين جوميز طول الماتش. لو تاخد بالك دايما تحرك زيزو بيروح ناحيه الجبهه اللي بيكون فيها ان معين الشعباني عاوز يضغط. يعني مثلا في اللقطه الاولانيه حواريك حته بسيطه جدا ما كانش سامسون بيعملها، لو الناس اللي اتفرجت على الماتش هتاخد بالها ان سامسون دايما كان واقف بعد وسط الملعب، هو حافظ ان هو دور الجناح هيبقى في الحته دي. هنا زيزو بدا ينزل لفتوح لما بقى ان في ضغط، هو زيزو عاوز يكون حل ان هو يخرج بسرعه بالكره، فبدا ان هو يظهر لفتوح في الحته دي، فبدا الزمالك ما يغلطش في عمليه بناء الهجمه. فدي كان اول حاجه زيزو عملها اول لما جه في الجبهه دي. هنخش على اللقطه اللي وراها على طول. في اللقطة اللي وراها زيزو بدأ يروح في هجمات سريعة، لكن كان لسه لعبة الزمالك متوترة في الماتش. المساحة هنا زيزو رايح على اتنين، لو الجزيري قريب منه شوية، لو بالسهم الأحمر كان زمان الجزيري دخل لمنطقة عمق الملعب والباص اتلعب له وبقينا احنا في مواجهة للمرمى بشكل عام. طيب تعال نشوف زيزو بقى في كورة من الكرات اللي بتأكد لك ان كان جوميز بيلاعب معين الشعباني من خلالها. شوف الكره دي، زيزو معاه الكره، يا عبد اللطيف موجود في وسط الملعب بيتحرك في كل حته، اخد الكره من هناك. نخش على الصوره اللي بعديها، زيزو بيكمل اللي عليه الدايره اللي هو الفحلي، تمام، اللي هي الدايره الحمراء، ده الجناح بتاع نهضه بركان نازل جنب زيزو، لان زيزو جاي مندفع بعرض الملعب. هنروح للصوره اللي بعديها، شوف زيزو وصل لهنا قدامه الفحلي الجناح بتاع نهضه بركان، وبكده هو
نزل الجناح لحد تحت هنا، انا ضغطت بزيزو في الجبهه دي عشان اوقف التحرك بتاع معين الشعباني اللي موجود هنا. وزي ما انت شايف معين الشعباني مثبت كام لعيب حوالين زيزو، 4 لعيبه كامله حوالين زيزو. بس الفكره، المشكله اللي في الشوط الاول واللي هتتغير في الشوط الثاني هو تباعد الخطوط اللي كان موجود، لعيبه بعيده عن بعض، وهنشوف لقطات بتاكد ان اللعيبه لما قربت الزمالك قدر يستحوذ على الكره، هو ده المطلوب في ماتش القاهره. ودخل معاهم احمد حمدي بعد كده في الشوط الثاني، وبدانا ننقل الكوره وبدا يبقى الاستحواذ واضح بشكل اكتر. عندك حاجه هتبينها لنا لزيزو؟ بالظبط، هنا كان اول لقطه، دي لقطه الهدف، دي اول لقطه بتبين لك زي ما احنا اتكلمنا على تقارب الخطوط من بعض. اهم حاجه في لقطه الهدف استغلال عمل الخضه، انت لسه بادئ الشوط ففاجئت الخصم. لا بالزبط. هو الدش بتاع بين الشوطين فوق اللعيب. يعني بالزبط. دي اهم نقطه، ودي اللي لازم يتلعب عليها، انك تفاجئ الخصم بحاجه هو مش متوقع. وتمريره شحاته كانت دواء، هتحقق لي بقى بقيه الحاجات اللي في الكلام. عشان احنا ليها كلام كتير ديت، لانها بصراحه زي ما انت قلت هي تمريره فعلا، هي يعني كي باص خلص لك حاجات كتير، طلع لك اللاعبين اللي موجودين دول. هي دي النقطه اللي جوميز كان عاوز يوصل لها يا عبد اللطيف في الماتش، ان اللعيبه تبقى قريبه من بعض، هنفرض سيطرتنا على الخصم. انت مجرد ما شديت ان اللعيبه الثلاثه قربوا من بعض، شوف عمق الملعب بقى فيه لعيب واحد بس اللي عليه الدايره هناك، والزمالك شد الخصم عنده الناحيه دي، وهي دي الكوره اللي جا لها هدف. اخر حاجه عند زيزو هي خريطه اللمسات بتاعته بشكل كبير، وياكد لك زيزو كان بيتحرك في كل المناطق دي، كانت ليه علاقه بالشوط الثاني. زيزو بدا يمسك الكره اكتر لما بدا ان احمد حمدي يكون بيلعب ناحيه فتوح، وهو بيلعب الناحيه دي بدانا نمسك الكره اكتر، بدا يكون في تمريرات، بدانا ننقل المباراه في وسط ملعب الخصم. معين الشعباني زي ما عبد اللطيف اتكلم في النقطه دي، انه مدرب ذكي جدا في النهايات، هو دايما بينقل لك المشكله في وسط ملعبك، بيحط لك الكره في وسط ملعبك ويفضل حاطك في المشاكل ده. هو ده اللي حصل في الشوط الاول. لكن الشوط الثاني لما جوميز قرا الشكل ده واللعيبه استوعبت اللي حصل الشوط الاول وقدرت ترجع بسرعه، ده الشكل اللي حصل من خلال زيزو في الشوط الثاني. اهم حاجه في حته زيزو احتفاله بعد الهدف، يعني بالظبط انا كانت نفسي تيجي دي، انا قصيتها لوحدي دي كانت مش هنزلها، ودي عشان الضغوط، وحس الضغوط بالظبط، حس انا عملت حاجه يعني ايه ده، هدف قيمته كبيره وجايبه. يعني زيزو فعلا كان من رجل المباراه في امبارح، ودوره موجود. يعني الناس دايما بتبالغ في ادوار اللعيبه في حاجات هي هم مش شايفينها في الملعب، لكن هي فعلا بتبقى مؤثره جدا. زيزو من اهم لعيبه الزمالك. كمان سيف الدين الجزيري اللي هو عمل مباراه امبارح كبيره جدا، ما خدش حقه فيها بعد الهدف. يعني مش سهل جدا انك تجيب الهدف في لقطه اللي هي حصلت نهايه الشوط الاول اللي رجع فيها من الجون للجون عشان يغطي. انا بقول لك عمل امبارح مباراه كبيره، ففي حاجات ايجابيه امبارح تقدر تتكلم عليها كتير ونبني عليها المباراه الايه. انت بتعدل عليها مصعب؟ لا 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 ما اقدرش. هو بيوضح، باكد له ان سيف عمل ماتش كبير. عندنا ارقام، انت محضر لنا ارقام، قول لنا شويه ارقام كده من اللي انت محضرهم لنا كده من احصائياتك. انا بقى يعني مش عايز اتكلم عن ماتش امبارح. طب انا هتكلم على انهي ماتش؟ لا انا مش هتكلم عن ماتش امبارح، انا هبدا اتكلم على مباراه الاياب بقى، العوده. يلا بينا ونتكلم بقى، عشان امبارح من الناس كلها بتتكلم الزمالك بيعمل ايه لما بيخسر مباراه الذهاب خارج ارضه في الادوار الاقصائيه او النهائيات في البطولات القاريه بشكل عام. فانا محضر بعض ابرز النتائج خلال مشوار الزمالك في بطولات افريقيا كلها وحتى البطولات القاريه بتاعت الافرو اسيويه. فهنتكلم لو هي معانا دلوقتي، احنا عندنا ماشي هنشوفها يا جماعه مع بعض. ربع نهائي كاس افريقيا 1976 الزمالك كان خسر في اثيوبيا ذهابا 2-0 وكسب في العوده في القاهره 6-0. عندك نص نهائي افريقيا 1984 الزمالك طبعا مباراة شهيرة لسه جايه في التقرير، كان خسر ذهابا 3-1 قدام شبيبة القبائل وقدر يعوض في مصر بنتيجه 3-0. ربع نهائي افريقيا 1985 خسر قدام في بروندي ذهابا 1-0 وقدر يفوز في مصر 5-2. عندك ربع نهائي افريقيا 86 خسر برضه في بروندي 1-0 وقدر يفوز في مصر 3-0. نص نهائي افريقيا 86 خسر في الكاميرون 2-1 وقدر يفوز في مصر برضه. يعني بنتكلم نتيجه ال 2-1 دي قدرنا نعوض في مصر 2-0. 93 في ثمن النهائي خسر في جنوب افريقيا 2-1 وقدر يفوز برضه في مصر 1-0.
وبنتكلم برضه على نتيجه الاثنين واحد اللي هي الزمالك خسرانها قدام نهضه بركان. هتتكلم عن نص نهائي افريقيا 96 خسرت قدام الصفاقسي 1-0 في تونس وقدرت تفوز في مصر 1-0 وتتوج وتعدي بركلات الترجيح. برضه 96 خسرت في نيجيريا من شوتينج ستارز 2-1 نفس النتيجه وقدرت تكسب في مصر 2-1 وتفوز بركلات الترجيح. هتتكلم ان في نهائي كاس الافرو اسيويه برضه نتيجه 2-1 قدام بوهانج الكوري خسرت ذهابا 2-1 قدرت في مصر تكسب 1-0 ودي نقطه عايز اتكلم فيها ان الماتش ده احنا بدانا ضاغطين جدا على بوهانج. يمكن كابتن محمد صبري تسديده على طول خلصت الليله في اول ربع ساعه طخ على طول وده اللي انا يعني نفسي هنتكلم ايه اللي هيحصل في الاياب بس دي من الحاجات المهمه انك تبدا بيها مباراه نهضه بركان. ماشي هكلمك ثمن نهائي كاس الاتحاد الافريقي 98 خسرنا في كينيا من جورماهي 1-0 وقدرنا نفوز في العوده 4-0. عندك ربع نهائي كاس الاتحاد الافريقي 99 برضه خسرنا ذهابا في نيجيريا 2-1 نفس النتيجه وقدرنا نكسب في مصر 4-0. طبعا ثمن نهائي الكونفدراليه خسرنا ذهابا في الكونغو من فريق سانجا الماتش ده ما كانش مذاع طبعا 1-0 وقدرنا نكسب في مصر 3-1. واخر حاجه هي كانت نهائي الكونفدراليه قدام نهضه بركان خسرنا 1-0 وكسبنا 1-0 في برج العرب وتوجنا بركلات الترجيح. اذا الزمالك في يعني في المباريات دي طالما ما خسرش فرق اثنين تاريخيا بيقدر يعوض ويفوز بمباراه العوده ان شاء الله باذن الله. هروح لاحمد واكمل باقي الحالات. وعندنا لعيب مهم قوي الناس كلها مبسوطه منه محمد شحاته. الحمد لله انت محضر لنا كلام عنه ولكن هطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان. نستكمل الحديث مع ضيوفنا المشرفين اللي منورينا. مسعد شحاته بتتكلم عن محمد شحاته. شحاته عمل ماتش كبير جدا بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يحميه ويكملها كده بتطور دايما. احنا منتظرين لاعب وسط حي فكرني وانت بتقفل فقره شحاته اقول حاجه مهمه عشان ايه؟ والنبي عشان ايه؟ دي حاجه مهمه لازم تتقال. فشحاته بصراحه كان رهان كبير جدا من كل جمهور الزمالك عليه. احنا كنا عاوزينه في الميركاتو اللي فات قبل ما يتقفل القيد وبعد كده الناس حاربت عليه في الميركاتو الشتوي. البدايه كان الاول لسه طبعا الدنيا وجوميز كان لسه بيشوف الامور ما خدش فرصه سريعه لكن الناس كلها كانت عليها ثقه كبيره فيه. النهارده اول اختبار حقيقي 100% شحاته بيحط ختم مهم جدا. لما تيجي تشوف على شحاته في الماتش هتلاقي ان الراجل ده عمل دخل في 18 التحام مع فريق نهضه بركان وهي دي النقطه اللي احنا اتناقشنا عليها. احنا محتاجين لعيب وسط ملعب يكون بيلتحم كتير لان انت قدامك خصم ما بيبنيش من تحت. انت مش محتاج تطلع بخطوطك. انت قدامك خصم بيرمي الكوره دايما في وسط ملعبك وبيعتمد على الكرات العاليه والالتحامات وان هو يستغل اي ثغره عندك. صحيح. النهارده احنا بنتكلم عن شحاته عمل 18 تدخل كسب منهم 13 التحام في المباراة ودي نقطة كانت كويسة جدا. لعيب صغير أول مرة يلعب نهائي إن هو يطلع بقوة الشخصية ديت في الوقت اللي فيه ناس توترت في الملعب دي كانت نقطة كبيرة. تاني حاجة إنه عمل نسبة تمريرات صحيحة 79% رغم إن إحنا كنا بنتكلم إن في تباعد الخطوط في الشوط الأول للعيبة الزمالك وفي تحسن في الشوط الثاني لكن رغم كده عندنا نسبة كويسة من التمريرات الصحيحة والراجل عمل 2 مراوغة صحيحة في المباراة. فإحنا بنتكلم عن إن شحاتة كان راجل ليه تأثير جدا في المباراة. لما هنيجي نشوف في الخريطة الحرارية بتاعت التمريرات بتاعته بشكل عام في المباراة هتلاقي إن قدامك لاعب لاعب شوف خريطة حرارية يعني تقول للعيب خبرة كبير. الراجل يعني 23 سنة بيعمل مباراة كويسة جدا قدام نهضة بركان عامل بساط وتحركات في كل حتة في الملعب زي ما هو واضح معظمها موجود في عمق الملعب بالطلوع شوية ناحية الخصم والرجوع مرة تانية للتغطية وكل دي كانت نقط إيجابية لصالح الزمالك ونقطة مهمة جدا في مباراة العودة إن محمد شحاتة يكون من اللعيبة الأساسية. لما نيجي نخش في أول حالة عشان نثبت أو نوري للناس الفكرة اللي شحاتة قدر يعملها. شوف الكرة ديت على طول التحام مباشر من شحاتة مع الخصم بشكل سريع
في عمق وسط الملعب عشان يحاول يقطع كرة، وهو ده الدور المهم اللي كان جوميز بيفكر فيه مع شحاتة، ان هو ازاي ما يخليش لعيبة نهضه بركان قادره تاخد الكرة الاولى باريحيه وتحرك الملعب على حساب نادي الزمالك. هنشوف الكرة الثانيه، دور تاني كان مطلوب من شحاتة. شوف دونجا موجود فين، دونجا موجود للتغطيه ورا فتوح، شحاته موجود في عمق الملعب بتركيز كبير جدا وكانه حافظ التحركات بتاعته، مفترض يكون موجود فين ومفروض ان هو يتحرك بشكل عام فين. تعال نشوف وناكد قد ايه شحاته كان مركز في المباراه من خلال اللقطه اللي بعد كده. اللي بعد شوف اللقطه دي، كان نهضه بركان هيطلع بالكوره، زيزو موجود في العمق، فشحاته بيطلع خطوتين لقدام زي ما انا موضح بالسهم عشان خاطر يضغط. بدأ يحس ان لعيب نهضة بركان مش هيطلع بالكرة اكتر من كده وهيلعب الطويلة. بص اللقطة اللي وراها، في اللقطة اللي وراها شحاتة بص وراه عشان يشوف لعيب الزمالك فين بشكل عام، لما بدأ يحس ان اللعيب هيحضر الكرة للي جنبه هيحط الطويل، وبدأ ياخد خطوتين لورا بسرعة عشان يا عبد اللطيف الدور اللي جوميز قايله عليه ان لازم تكون متواجد للالتحام في عمق وسط الملعب، وده دليل على ان اللاعب مركز كويس جدا في كل حركة هو بيتحركها في الملعب. جميل. هنشوف الدور اللي بعد كده كمان لشحاتة في عملية المثلثات. شحاتة كان اللعيب الوحيد اللي مركز بشكل كبير جدا في ان هو يكون مقرب الخطوط من بعض، اللي هو دور عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي لما بيكون موجود محليا. النهارده كان دايما موجود قريب، بيشوف التحرك اللعيبه واقفه ازاي وبيبدا ان هو يتحرك مثلث. كل ما الزمالك كان بيطلع بالشكل ده كان بيروح في هجمه خطيره على نهضه بركان. كل ما الزمالك بيقرب اللعيبه من بعض وبيضغط على نهضه بركان بالشكل ده كان دايما بيروح لفرصه خطيره. شوف الكره اللي بعدها، لما لقى ان لعيبه الزمالك واقفين قرب منهم دخل في التحام مباشر مع لعيب نهضه بركان وحاول ان هو يستعيد الكره لصالح الزمالك في وسط ملعب الخصم. كان مركز بشكل كبير من كل اللقطات اللي احنا بنتكلم فيها. هنيجي بقى للقطه الاهم اللي انت كنت حابب تتكلم عنها. انا كنت هحرقها لك. بالظبط كده. وانا غششها من هشه استاذ هشام عبد الوهاب قالها النهارده وكتبها، فانا بصراحه كانت ملاحظه حلوه قوي. طبعا نوجه له تحيه كبيره جدا هشام عبد الوهاب. في اللقطه ديت انت تشوف شحاته في اثنين، في ثلاث لعيبه من الزمالك قدام اثنين من نهضه بركان. شحاته استلم الكوره، لو بصينا على اللقطه اللي وراها وهي دي اللقطه الاهم، ان شحاته مجرد ما الاثنين ضغطوا في وقت واحد زيزو فضى، حط الكوره لزيزو بشكل ذكي جدا، هي اللي صنعت لزيزو الفرصه انه يرفع عرضيه بالاتقان دوت وبالشكل الكبير ده. الباصه ديت مش سهل ان حد يعملها، ان اتنين ضاغطين وانت بتحرك الكره من النص ما بينهم لصالح زيزو اللي بيعمل عرضيه الهدف، فلازم كريدت كبير يروح لمحمد شحاته في الكره دي. احد اهم لاعبي المباراه. بالظبط. بتتكلم على زيزو، بتتكلم على سيف الدين الجزيري، بتتكلم على محمد شحاته، ودونجا طبعا عمل دور ومجهود قوي جدا من ابرز اللاعبين اللي ظهروا في المباراه دي. ده اكيد. يمكن انا بس هقفل بحته صغيره بس في محمد شحاته، ان احنا انا اتمنى بعد الكونفدراليه نستغل ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد البطوله، انك تخلص مع اللاعب مع نادي طلائع الجيش بشكل رسمي، ما تستناش لما يروح الاولمبياد ويتالق فيها ويحصل بقى نرجع نلف حوالين الدايره دي، خصوصا ان القيد مقفول. فتستفيد من حته انك تخلص في الوقت ده بشكل رسمي مع اللاعب ويبقى رسمي موجود في الزمالك الموسم الجاي، ما تستناش، تاخرش عليه في الوقت. دي نقطه مهمه، والموضوع ده متركز فيه بشكل كبير جدا. يعني ممكن حصلت قبل كده مع سيف الدين الجزيري ومع حمدي، مظبوط، وكانت حصلت يعني حتى لو القيد مقفول لا قدر الله، لكن ان شاء الله باذن الله. بالظبط، عشان كده انا بقول لك نستغل ان هو هيبقى رايح الاولمبيات، وانت عارف العيون في الاولمبيات والناس اللي بتلعب في الودان فما نخشش في السكه دي. طيب ايه كمان يا مسعد محضره لنا من حالات بعد شحاته؟ طيب احنا عندنا بقى النقطة المهمة، لما الزمالك اتغير الشوط الثاني اتغير ليه؟ ونستفيد من ده ايه بقى عشان نرجع لماتش الاياب ونخلص كلامنا كله على ماتش الذهاب. في ماتش الشوط الثاني في ماتش الذهاب جوميز لما دخل اوضه اللبس اول حاجة اشتغل عليها ان هو سحب سامسون لعمق الملعب وودى احمد حمدي ناحية فتوح وزيزو ناحية عمر جابر عشان نرجع للشكل الاساسي بتاعنا، حمدي يبقى عنده ارتداد اقوى واسرع من سامسون ونبدا ان احنا نطلع بالكرة ونسند على سامسون. بس النقطة الاهم اللي الناس ما اتكلمتش عنها الشوط الاول بشكل كبير هي فكرة ان اللعيبة تكون قريبة من بعض، وهو ده اللي هيظهر في الحالات اللي موجودة معانا، ان تقارب الخطوط من بعض بشكل عام هو اللي ساعد الزمالك على فكره
ان هو يبدا يبني الكره ويحجم بقى نهضه بركان. نهضه بركان او معين الشعباني كان خايف جدا من فكره، لان الناس برضو بتسال هو نهضه بركان ليه تراجع الشوط الثاني قدام الزمالك، لان الزمالك لما بيستحوذ بيجبر اي خصم انه لازم يرجع بخطوطه كلها لورا عشان يقدر يتحمل الاستحواذ اللي بيحصل ده. هنا لعيبه خط الهجوم قريبه جدا من لعيبه وسط الملعب اللي هم بيدوروا على حلول لنفسهم عشان يبداوا يطلعوا بالكوره، وهو ده الشكل اللي انت استمريت عليه طول الشوط الثاني بشكل عام. لما هنخش في الحاله الثانيه، النقطه المهمه بالنسبه لي هي فكره ان الكره دي اتبصت بشكل غلط، يعني طولت من احمد حمدي فطولها على محمد شحاته، محمد شحاته بيحاول يعمل تاكلينج عشان يلحق الكره. لو احنا مش قريبين من بعض الكره دي هتروح لنهضه بركان وتترد بهجمه على طول. عمر جابر متمركز في الحته الصح وشحاته بيقرب منه، لما عمل التاكلينج وصلها لعمر جابر بالشكل المظبوط اكتر من واحده، خلي بالك في بنفس الكيفيه وبنفس بالزبط. الشكل بيبقى في كان في حماس وتغير واضح جدا من لعيبه نادي الزمالك في الشوط الثاني بالظبط، وهي دي النقطه اللي رجعتك للمباراه. لعيبه نهضه بركان توقعت ان هي في الشوط الثاني هتنزل قدام فريق منهار نفسيا، لكن انت قدرت الشوط الثاني انت تظهر بشكل مغاير بشكل كبير. هنا سامسون بقى موجود في عمق الملعب، شوف اللعيبه الثلاثه المهاجمين دلوقتي زيزو والجزيري واحمد حمدي اللي هو ناحيه اليمين، وشوف ناحيه وسط الملعب وسامسون في النص، هو ده التقارب اللي اجبر نهضه بركان على ان هو يرجع قدامك نوعا ما في الشوط الثاني وما يكونش عليك اي هجمات خطيره وانت بدات تسيطر وتقتل المباراه بشكل كبير. بكده يكون الزمالك بشكل عام قفل المباراه بافضل سيناريو ممكن في وسط كل الاجواء اللي حصلت. يا عبد اللطيف، خرجنا بالنتيجه، احرزنا هدف، دخل فينا هدفين، حاولنا ان احنا نرجع المباراه، اظهرنا نقط ضعف مهمه في نهضه بركان هنتكلم عليها، وهو ده كان المطلوب بشكل كبير في مباراه الذهاب. عبد اللطيف، شفت ايه التطور برضو اللي حصل في فريق نادي الزمالك؟ انت بتتكلم نفسيا، انت دايما بتفضل تقول مش بس فنيا، نفسيا. انا بحب العامل النفسي، لان انا شايف هو الاكثريه في المباريات النسبه الاعلى دايما، ان انت بتبقى متاهل نفسيا. زي ما انا ما كلمتك، النقطه الاهم بالنسبه لي ولازم نبني عليها مباراه الاياب هي عامل المفاجاه. انت بدات شوط ثاني على طول، انت بتتكلم العرضيه واللي هو بيتكلم فيها بنتكلم في الدقيقه 45 وثواني معدوده، يعني انت في بدايه الشوط على طول ما استنتش بقى الفريق لسه يتمركز لسه ياخد وضعيه، فاجئته على طول بالهدف. وده اللي انا شايفه مطلوب في مباراه العوده، اول 10 دقائق اول ثلث ساعه انت لازم تنزل ضغط 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 تماما تماما على فريق نهضه بركان، ما تخليهمش يطلعوا من منطقه ال 18 نهائيا في اول. تستغل عامل الجمهور وتستغل الحماس اللي بيبقى في الاول، لان خلي بالك حماس الجمهور في الاول بيبقى مهم جدا، والرهبه اللي هيبقى نازلين فيها لعبه نهضه بركان، لان برضه انت بتتكلم زي ما الزمالك ما عندوش في لعيبه كتيره بتتعرض للموقف ده، في لعيبه كتيره من نهضه بركان ما لعبتش قدام نادي الزمالك في استاد القاهره. وخلي بالك نهضه بركان ما لعبش قدام اي فرقه مصريه في استاد القاهره، هو كل مباراتهم اللي لعبوها كان برج العرب، في استاد برج العرب قدام الاهلي في السوبر في قطر، برضو حتى الاستاد ما كانش بالكيفيه دي. استاد القاهره واستاد الرعب حرفيا، لانه هو ليه اجواء خاصه، استاد القاهره بالذات ليه اجواء خاصه، لانه مبني تحت شويه بيبقى ليه اجواء مرعبه، خصوصا لو الجمهور والعامل النفسي. فانا عايز نستغل اول ربع ساعه في انك تضغط الفريق كله جوه منطقه 18 وتسجل تسجيل في اول مباراه. برضه انا مش عايز الناس تتوتر، يعني اللعيبه تبقى في فرق بينك عايز تسجل وفي فرق بينك مستعجل، في فرق بين السرعه والتسرع بالظبط. انت لازم يعني تضغطهم اول ربع ساعه، لان ده هيفرق معاك عامل نفسي كبير جدا خلال المباراه، انك لما تسجل هدف. ليه انا بقول كده؟ انت هتجبرهم بقى يطلعوا، هم هيبداوا المباراه زي ما انا بتكلم مع مسعد قبل الهوا، ان هم عايزين يقفلوا وهيدافعوا وهيستغلوا بقى الاخطاء. انت عارف شو يعني كره شمال افريقيا بشكل عام، تستغل الاخطاء بقى في الاحتكاكات في يقلب الماتش لايه؟ خارج كره القدم. هيبقى ده استغلاله، ان هو عارف في اي لقطه وانت بتهاجمه هيروح مستغل هجمه مرتده يسجل هدف هينام عليه بقى، لان الهدف ده يبقى الزمالك وقتها محتاج ثلاث اهداف عشان يكسب البطوله او هدفين ونخش ركلات ترجيح. فانت مهم تسجل وتجبره ان هو يطلع من منطقه جزائه، وتستفيد بقى انك تقدر تسجل اثنين وثلاثه. يمكن انا في النقطه دي عايز ابدا بحاجه بس يا احمد، وهي نتائج نهضه بركان خارج ملعبه في البطولات دي. يعني ماشي. لو الاعداد معايا بس يجيب ماشي. دي اول حاجه هنتكلم في احصائيه ثانيه، نتائج نهضه بركان امام الفرق العربيه خارج ارضه. دي هو يبداوا بدي؟ لا اتفضل انت. لا انا عايز خارج ملعبه. خارج ملعبه في العموم في العموم في جميع البطولات. يلا بينا.
تبقى جاهزه معانا. هو هنتكلم ان هو لعب الموسم ده خارج ملعبه، خارج ارضه، سواء في الدوري في الكونفدراليه لعب 18 مباراه. حلو. وعايزين نركز، لان انا هقول لك بين خارج ملعبه وملعبه ايه الفرق. هو خارج ملعبه كسب 5 مباريات بنسبه 27.8% فقط، وتعثر 13 مباراه بنسبه 72. 13 مباراه دي خسر فيهم 3 مباريات والثلاثه كانوا في الدوري، وتعادل 10 مباريات بنسبه 55.6%، سجل 16 هدف، وده معدل خلي بالك قليل جدا، لان انا هكلمك بقى في نتائج الارض هتعرف ليه بقول لك كده. واستقبل 12 هدف. هنقول بس المباراه سريعا كده، تعادل قدام فريق من نيجيريا في الدور التمهيدي، وكسب فريق في الدوري المغربي 3-1 الاتحاد الرياضي، وتعادل مع الجيش الملكي 0-0 والمغرب الفاسي 0-0، وتعادل مع الفتح الرباطي 1-1 في الدوري المغربي، وكسب الملعب المالي في دوري المجموعات في الكونفدراليه، وتعادل مع المغرب التطواني 0-0، وتعادل مع ديابة النوار الكونغولي 1-1 في دور المجموعات، وشباب المحمدية 1-1 في الدوري المغربي، وخسر قدام نهضة الزمارمة 2-1 في الدوري المغربي، وخسارة قدام مولودية وجدة 1-0 في الدوري المغربي، والخسارة قدام الوداد 1-0 في الدوري المغربي خارج أرضه، وبعدين كسب اتحاد طنجة 1-0 في الدوري المغربي، وتعادل قدام سيخوخون الجنوب افريقي في دور المجموعات، وكسب حسنيه اغادير 2-0 في الدوري المغربي، وتعادل 0-0 مع يوسفيت برشيد في الدوري المغربي برضه، واخر قبل الحاجه قبل الاخيره تعادل مع بوسليم في ليبيا، وكسب اولمبيك في الدوري المغربي 2-1. دي كانت اخر حاجه. فانت بتتكلم ان هو كسب في ال 18 مباراه دول 5 مباريات بس. جميل. لو جينا بقى نتكلم على ده بره ملعبه، ده بره ملعبه، جوه ملعبه، لان انا اتكلمت يمكن اتكلمت عندي على بروفايل بشكل مفصل على ملعبه، انه ما بيخسرش على ملعبه، دي كانت اهم نقطه قوه عنده ان هو ملعبه. انت بتتكلم ملعبه الموسم ده بمباراه الزمالك بقى لعب 20 مباراه، اتخرج منها اتحاد العاصمه دي مباراه اعتباريه، فاز 14 مباراه بنسبه كام؟ 70%. انا هنا بتتكلم 18 مباراه خارج ملعبه فاز 5 بس، على ملعبه فاز 14، تعثر 6 مباريات بس، دافع على ارضه، منها خساره وحيده كانت قدام الجيش الملكي، وتعادل 5 مباريات بنسبه 25%، ده على ملعبه. سجل على ملعبه 36 هدف، انت بتتكلم خارج ملعبه سجل 16 هدف. استقبل على ملعبه 14 هدف، استقبل خارج ملعبه 12 هدف، الامور متوازنه في استقبال الاهداف، لكن بنتكلم ان هو ما بيقدرش يكسب خارج ملعبه بشكل كبير، وما بيقدرش يعني معدل حتى الاهداف، انت بتتكلم فرق 20 هدف، 36 على ملعبه و16 خارج ملعبه. فقوه نهضه بركان كانت في ارض ملعبه، ان هو الملعب ده صغير والجماهير قريبه شويه للملعب، تبقى في اجواء كده عامله زي ايه؟ فريق مازيمبي في الملعب بتاعه الصغير، بيبقى كل واحد بيبقى حافظ. مازيمبي ده اللي كان ملعبه غريب. ملعب المخطط. وده برضه الملعب الصغير ده بيبقى ليه غير الملاعب بقى الكبيره. الحسابات الثانيه. والضغط الجماهيري الكبير. قريب قوي من ارضيه الملعب. جدا. قريب جدا، هو الملعب بيتسع ل 10,000 متفرج يعني. 12,000 ونص. ما هو اللي داخل من نهضه بركان في الحدود ده. فملعب يعني صغير، دايما الملاعب الصغيره بتبقى الامور فيها جماهيريا اصعب شويه. فعشان كده هو مميز في ملعبه، ملعبه وحافظه وما بيخسرش عليه كتير. فأهم نقطة الزمالك هيبني عليها لقاء العودة هو إنه بيلعب في استاد القاهرة. استاد القاهرة من الاستادات المرعبة لكل المنافسين اللي بيجوا قدام المنتخب المصري أو الأندية المصرية، ومش استاد، مش استاد سهل لما يبقى الملعب متقفل. في فرق ما بتلعب في استاد القاهرة وما فيهوش جمهور، في فرق ما بتلعب في استاد القاهرة وما متقفل. نلعب إزاي قدام نهضة بركان مسعد في استاد القاهرة؟ ايه نقاط الضعف اللي ممكن اشتغل عليها في فريق نهضة بركان في مباراة العودة؟ خلينا نقول ان انت بتحترم الخصم كويس جدا، لكن هو ما كانش الخصم المخيف تكتيكيا في الملعب، هو خصم بعقلية مدرب اللي هو معين الشعباني بيعرف يلعب نهايات، بيجيب من الاخر في الماتش. ايه الحاجة اللي هتكسبني الماتش؟ هضغط من الناحية دي، اخد ضربة جزاء، هضغط هنا، اخد فاول، العب عرضية جون وخلاص. واحيانا النهايات ما بتحتاجش اكتر من كده، مش بتحتاج تكتيك مبالغ فيه، زي بالظبط النقد اللي بيجي على بيب جوارديولا دايما في النهايات، انه دايما بيحاول يعمل اختراع معين في الماتش النهائي، فرقته تخسر بيبدا هو يشيل الليله كلها. ففي مدربين يقول لك لا انا هلعب بنفس السيستم، ثغره او اتنين هلعب عليهم، اجيب هدف ارجع خلاص. احيانا الماتشات دي بتخلص 1-0 وخلاص، مهما كان قوه الخصم
اللي قدامك. ده اللي انا شفته من نهضه بركان خلال المباراه كلها في ماتش المغرب، ان هي فرقه بتلعب ما بتحاولش انها تستحوذ كتير، بساط اللي ملهاش لازمه، كله هو بيروح دايركت على الجون، بيلعب كرات مباشره على طول، بيحاول يضغط عليك، بيحاول يلعب عرضيات، بيحاول يحط الكره دايما في وسط ملعبك عشان يحمي خط دفاعه من اي هجمات او يعمل لك انت دايما المشاكل. خلينا نشوف طريقه الضغط بتاعتهم عشان نبدا نقول على كل صوره الزمالك مفترض يكون هيشتغل ازاي في مباراه القاهره، لان انت قلت نقطه مهمه جدا، قلت في فرق بين السرعه والتسرع. مبدئيا الصوره اللي قدامك هو طريقه الضغط السريع اللي نهضه بركان احيانا بيعمله مره واحده في الماتش، بعد كده يرجع يتراجع بكل خطوطه. انت شايف ان هو في جبهه واحده بيشدك وبيجبرك ان هو معاه ادي لعيب 2 3 4 محطوط عليهم دوائر، اربع لعيبه، لو انت واجهتهم باثنين بس هو تفوق عليك، لو واجهتهم بثلاثه هو تفوق عليك، هو اجبرك تشد اكبر قدر من اللعيبه كلها وتحولهم على الطرف. صح. عشان يفضل مفضيلك العمق زي ما انت شايف اللعيبه واقفه هناك الناحيه الثانيه، كل لعيب لوحده، هو دايما بيحاول انه ما يخليكش متكتل قدامه لما هو بيعوز يطلع في هجمه عليك، فانت في المقابل لازم ما تندفعش في عمليه بناء الهجمه كتير، ولازم تكون ذكي في عمليه تحركات الكوره عشان تقدر تتفوق على الضغط اللي هو ممكن يتعمل. طيب لو رحنا للصوره اللي وراها، الفريق ده بيبني لعب ازاي؟ هل احنا نندفع عليه بكل خطوطنا في الاول ونحاول ان احنا نجيب هدف سريع؟ في فرق بين انك تندفع وتحاول ان انت تجيب هدف، وفرق بين ان انت تفتح خطوطك وممكن تستقبل كور خطيره زي دي. هم بيعتمدوا على دي، هي دي لعبتهم. يعني شوف هنا المدافع قدامه مساحه ان هو يطلع فيها، هو ما فكرش، هو محضر جسمه ان هو يحط كره طويله على الطرف، ما بيحطهاش دايما في العمق، بيفتحه دايما على الطرف عشان دي بتبقى الثغره بتاعه التمركز بتاعه اي خصم، سواء طالع بخطوطه لقدام او بتعمل لك مواجهه فرديه واحد ضد واحد. لما تشوف الكره الثانيه هتاكد لك برده نفس الكلام، هنا كره مقطوعه من الزمالك عادي جدا، لعيب نهضه بركان معاه الكره في وسط الملعب، هو حتى ما فكرش يباصي لزميله القريب منه، هو حاطط الكره الناحيه الثانيه عشان يعمل سرعه ومواجهه فرديه واحد ضد واحد. اذا انت قدام خصم لو اندفعت زي ما الناس عاوزه ليها في اول 10 دقائق 15 دقائق تجيب هدف، ممكن تستقبل هدف من بعد الشر، يعني من غير ما انت تكون مخطط ليه. فانت المطلوب منك ان انت حتى لو الهدف اتاخر الجمهور ما يبقاش عامل ضغط جامد على اللعيبه، لان هي 1-0، فالمباراه لازم تتقسم سيناريوهات ولازم يكون فيه هدوء من اللعيبه في الملعب. دول اول شكلين احنا بنتكلم عليهم لفريق نهضه بركان. هنبدا نخش على الجانب الدفاعي بتاعهم. هنا كانت المشكله بتاعت الزمالك في الشوط الاول اللي ما اتمناهاش ان هي تتكرر في القاهره، ان اللعيبه بعيده عن بعض. انت شايف هنا خط الدفاع دايما ثابت، ما بيطلعش اي لعيب من خط دفاعه يواجه اي لعيب معاه حامل الكره. يعني هنا خط الدفاع رغم ان هو اللعيب اللي معاه الكره في الزمالك قريب جدا، لكن هما برضو بيتراجعوا ثابتين وسايبين الضغط للعيبه وسط الملعب، هو ده المفتاح بتاعهم، هما دول اللي بيحركوا كتير جدا. بيطالب دايما معين الشعباني لعيبته ان هما ما يطلعوش يتحركوا اللي هما المدافعين عشان ما فيش تحرك يجي وراهم. ودي نقطة معناها ان زي ما عبد اللطيف اتكلم ان محلل الاداء بتاعهم قاري الزمالك كويس جدا، لانه عارف ان اي مدافع بيتحرك سيف الجزيرة بيجري في ظهره على طول، وبنبدا ان احنا نعمل الكرة الخطيرة اللي جوزيه جوميز محفظ لعبته عليها، فهنا هتلاقي في ضغط ولعبت الزمالك بعاد عن بعض، فالكرة اتقطعت. اذا انت قدامك وسط ملعب قريب جدا من خط الدفاع بيضغط دايما على حامل الكرة، دايما لازم تكون انت منوع مثلثات او لعيبة قريبة من بعض عشان تقدر تخرج من الضغط اللي بيتم. لما نخش في الكرة اللي وراها عشان تأكد كلامي في حتة وسط الملعب، هتلاقي ان اربع لعيبة من لعيبة نهضة بركان المدافعين واقفين ورا، ما بيحاولوش ان هم يطلعوا ولا يلعبوا على التسلل ولا اي حاجة خالص، ما فيش الكلام ده. مهاجمين الزمالك قدامهم شايفين المهاجمين بيعملوا ايه، ولعيبة وسط الملعب لفريق نهضة بركان واقفة متمركزة قدام ال 18، ولعيبة اتنين لعيبة هناك الناحية التانية بيضغطوا على اللعيبة حاملة الكرة. ده الشكل اللي انت بص عامل ازاي؟ في كام متر دول؟ ده 5 7 متر. انت بتتكلم على 4 وثلاثة خط الدفاع بتاع المنتصف وخط الدفاع كلهم ورا، هو ده الشكل اللي هو بيحرك. دايما هتلاقي ان هو ثابت قدامك، مجرد ما انت هتحرك الكرة الناحية التانية هتلاقي التلاتة اللي واقفين في عمق الملعب عند الخط بتاع الحكم بيتحركوا كلهم الناحية التانية وبيقفلوا لك برضو أي محاولة تصويب، أي محاولة اختراق من العمق. عشان كده الهدف اللي جه من عرضية من على جبهة، دي نقط لازم انت تبقى مركز فيها. انت ممكن ما تقدرش تخترق من العمق بشكل كبير، لازم تروح مدي حلول من الناحية التانية. فهو ده الشكل اللي انت هشوفه في القاهرة، الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده الشكل بنسبة كبيرة اللي احنا هنشوفه في القاهرة. انت قدام لعيبة مفترض ان هي اخدت خبرة 90 دقيقة لمواجهة عملية الضغط دي، اللي لازم تفتح الملعب تلعب على الاطراف تحط باص للعمق ويبقى فيه تحركات سرعة شوية. فتوح اخترق من العمق في كورة لسيف الجزيري جابها في العارضة، والكرة التانية زيزو عمل عرضية جبناها هدف، معناها ان انت قدام خصم عنده مشكلة، زي ما هي نقطة قوته الكرات العرضية هي برضه نقطة ضعفه في التمركزات الدفاعية.
عبد اللطيف، الفرقتين وقعوا بدنيا في الشوط الثاني، لكن نادي الزمالك كان مصحح شويه، كان اللعيبه عندها قوه بدنيه اكتر من لاعبي بركان. بركان يمكن وقعوا بدنيا في الشوط الثاني، الناس كلها قالت لك معين الشعباني خاف على النتيجه، وده بدا لينا من رؤيتنا للمباراه في اخر 10 15 دقيقه ان الراجل بقى عايز يحافظ على النتيجه. شايف ده ازاي؟ طبعا هو يحافظ على النتيجه 2-1 ويطلع بمكسب في ارضه، غير لما يستقبل هدف ويطلع متعادل 2-2 وكانه يعني ما لعبش المباراه. فطبعا هو لجأ لان هو يامن المباراه، خصوصا ان الزمالك كان متفوق في النقطه دي وكان فايق فيها وكان ممكن يسجل التعادل وكان ممكن يكسب كمان. والكلام ده هياخدنا ان احنا لما نيجي نتكلم عن نتائج نهضه بركان قدام الفرقه العربيه سريعا في الكونفدراليه، انت بتتكلم اللي هو لعب 32 مباراه ذهابا 16 وايابا 16. هلخص لك الموضوع كله، يمكن هنعرض النتائج على الشاشه، بس انا هلخص لك الموضوع كله عشان الوقت. هو لعب 32 مباراه، كسب في المغرب منهم 13 مباراه قدام الفرق العربيه، في المقابل بيكسب خارج ارضه 5 مباريات فقط. معدل برضه اللي احنا بنتكلم التفوق خارج في ملعبه، بيبقى هو بيعتمد على ملعبه اكتر حاجه. تتكلم اتعادل 7 مباريات منهم 3 على ملعبه و4 خارج ملعبه. خسر 7 مباريات، والسبع مباريات كلهم كانوا خارج ملعبه، ان هو ما خسرش على ملعبه مره مباراه، فخسر 7 مباريات خارج ملعبه. فانت بتتكلم قدام خصم هو بيعتمد على مصدر قوته هو ملعبه، وانه يطلع بيها بافضل نتيجه ممكنه يبني عليها المباراة الاياب. واعتقد دي افضل نتيجه بالنسبه لنهضه بركان على المستوى اللي احنا شفناه امبارح لفريق نهضه بركان الشوط الثاني. بالظبط، هو هيبقى داخل لك يسعى في مباراه العوده انه عايز يكسب، يعني يسجل هدف قصدي، عشان يبدا بقى ياخد حريته، ويبقى انت مطالب انت المضغوط انك تسجل 3 اهداف. فلذلك اقفل باخر حاجه، نتائج الزمالك قدام الفرق المغربيه في مصر. في مصر هو لعب 12 مباراه، كسب منهم 10، تعادل مباراه، وخسر مباراه وحيده. يمكن عايز اقول لك المباراه الوحيده دي ما كانتش في اي دور اقصاء، اللي هي كانت قدام الوداد في نسخه 2022 في دور المجموعات. بقيه المباريات اللي هو في الادوار الاقصائيه او النهائيه الزمالك بيكسب الفرق المغربيه كلها في مصر. يمكن حتى التعادل الوحيد هو كان قدام الفتح الرباطي في 2015 في الكونفدراليه، كان في استاد السويس، ده التعادل الوحيد وكان ذهابا. فايابا الزمالك بيكسب وعنده تفوق كبير على انديه المغرب في مصر، ولازم نبني عليها وتبقى هي دي سلاح نادي الزمالك في مباراه الاياب. وزي ما قلت لك لازم تبقى انت محضر سيناريوهات لمباراه العوده، وحاطط بلان A وبلان B بلان C. لو دخل فيك هدف انت لو تقدمت في الاول هتعمل ايه بعد الشر، بعد ما تقول لو دخل مباراه بعد الشر. بس لازم تبقى مجهز نفسك لكل السيناريوهات، ما تتفاجئش او اللعيبه تتفاجئ. يعني لازم تكون مؤهل نفسك انت لو دخل فيك هدف هتعامل ازاي، لو انت سجلت في الاول هتعمل ايه باقي المباراه. لازم تبقى محضر نفسك للسيناريوهات دي، واللعيبه محضره نفسها، ما تتفاجئش. ممكن وارد، لان برضه معين الشعباني قدام لما بنلعبنا في الترجي 2020 هو اللي ابتدى، يعني سجل قدامك في استاد القاهره. استاد القاهره هو اللي ابتدى. انت ما لا كانت تسديده، كانت تسديده، هو اللي ابتدى دخلت في جنب. وانت 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 رجعت للمباراه تسديدة اونات صاروخ، وبعد كده بقى حسن على طول ما استناش ورجعت وبنيت خطتك على كده. فانت لازم تبقى مهيئ نفسك لكل اي بلان هيحصل في المباراه، مستعد له نفسيا وفنيا في الملعب. ان شاء الله متوقعين المباراه دي كده، ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله هناخد البطوله يعني باذن الله. ان شاء الله البطوله بتاعت الزمالك باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تشرفونا وتنورونا ان شاء الله بعد البطوله. شكرا جدا عبد اللطيف، شرفتنا ونورتنا. والله شرف لي يا حبيبي، وانا دايما مبسوط ان انا ببقى معاك وموجود في قناتنا الزمالك. خليك شرفتنا مسعد. انا دايما مبسوط ان انا معاك ومع عبد اللطيف، ودايما كده نكون موجودين كده واحنا كسبانين البطوله ان شاء الله. الله باذن الله. شرفنا ونورنا الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي، المحلل الفني احمد مسعد حافظ. انتهت حلقتنا من زملكاوي، على ملقاء ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي. يلا اللقاء.